بس اول ما يطل عليا ويمد لي شفته وضحكته من هنا لهنا اطبقع زي الجرد. بيعرف يلمني ابن الايه؟ الله، ملك يا نصر، ملك يا وليه، في ايه؟ الله، عمال انتع في الكلام من ساعه ما جيتي. لو كلامي مش عاجبك جيتي ليه؟ جدتي مش طايقه عاده البيت، معلش يا اختي. الله، ملك يا نصر، انا اول مره اشوفك بالشكل ده من ساعه ما المحروس ما جه. هو زعلك في حاجه يا اختي؟ هو مين ده؟ سيد. صباح الفل. صباح الفل على اجمد نصره في النصريه كلها وضواحيها. يا ست الكل، انت مكرمشه وشك علينا ليه؟ هو انا صدر مني ايوتها حاجه لا مؤاخذه؟ بقول لك ايه؟ ربنا يسترك. تروح لحالك وتسيبني في حالي، لحسن انا خلاص وصلت لاخري. وانا ماليش اخر، واللي يحب اخره عند حبيبه. طب وكتاب ربنا؟ وكتاب ربنا المجيد انا بدعيه كل يوم انك تبقي بتاعتي. ارضي بقى، ارضي، ده انا شايف القبول في عينيكي. طب اقول لك حاجه، مالكيش نفس في حته لحمه بتلو كده تحطيها لما مؤاخذه على صدرك تطهري لك قلبك؟ عيل يعني. اسكت اسكت واكتم خالص، خلي لسانك جوه بقك لبلعهولك. عليا النعمه من نعمه ربي لنزله على دماغك سلاحك نصين. انت بترفعي الشبشب على مين يا مارا؟ مين اللي يا مارا يعني؟ انت. وعلى الحرام من ديني ورحمه امي لكون متجوزك غصب عنك قبل ما يكون برضاكي. ليه يا اخويا؟ هو غلط. مديانا اللي مارا وريانا السعاده. ترى ايه يا بت انت؟ اجري باللعبه دي بدل ما اشقك. رايح فين؟ رايح فين؟ مالك ولا انا هنا؟ يا نصره عامله ايه دلوقتي يا بت؟ الحمد لله. بس كنت جاي اطمن عليك يعني. هو انت بقيتي كويسه؟ ودي راحت خالص. ايوه، ودي يومين ان شاء الله هتبقى كويسه. كويسه؟ طب ما انت كويس. هو انا جبت لك حاجه بس كده؟ ايه؟ ده عشاني انا؟ دي شنطه وموبايل بدل ضاعوا عشان ما تبقيش زعلانه. بجد؟ انا لو كنت اقدر اجيب لك احسن منهم 100 مره كنت جبت لك يا بطه. دول لو شويه تراب منك انت بالدنيا كلها. انا بحبك يا بطه. بتحبني؟ بحبك قوي كمان. مين يالا انت؟ هو اللي ماسك المحل ده؟ روح يا دوب. يا باشا بس على الهادي، احنا برضك محل محترم. اكتم يالا هتوب. على فين يا باشا؟ بس يا باشا، باشا يا باشا اسمعنا. طيب يا باشا عم الراحة يا عم، جاي معاك خلاص يا باشا. اسمع ورا، كلم المعلم. يا كلم المعلم. ماشي ليه؟ شرف امي، ربيك انا بيل الكلب. والنبي ما تشوف لنا حلفان عليه القيمه. شرف ايه اللي يجيب الاشكال الوسخه دي بس؟ وفيها كبير عالم وسخه يقول لك بيخلطوا السمين بالحشيش. وانت عرفت منين يا بولبول؟ عرفت منين ايه يا سلطان؟ ما انا كل ما اخش اكل الدهوي. اوعى تكون انت اللي احنا مش هنشرب حاجه غير الشاي ده. ولا عيني غير الحجر للمعلم يا ابني. عامل كام ده بالتمييز؟ يا بنت الغباوه دي؟ ما ده اللي بيخلي زمان تطفش منك. اوعى تكون فاكرني عيله صغيره بكلون ابيض عشان تضحك عليا. ما فهمناها خلاص. تشتري مني لغيري عشان تحرق دمي، وتشعوطني عشان تجيبني على ملا وش. عشان تعرفي ان انت يا ابني الورد انا كنت جايبهولي، ما دي الحاجه اللي هتخليكي تضحكي. ومين اللي روحه؟ مش عمايلك؟ تدخل وتخرج عليا عشان تعشمني، ولا انت واخدني ورث وانا مش واخده بالي؟ مكتوب على اسمي كمان. وعشان اثبت لك بنت بحبك كلها كام يوم هنتجوز. ايه يا بنت في ايه؟ تاني؟ تاني يا سيد؟
كده يا بنت اصبري. طب جربيني المره دي. لما تعوز تتجوزني يا اخويا هاتني كده من شعري واديني للمعزوم. يا بنت اصبري اديني فرصه، جربيني المره دي. يا سيد الحقني يا اخويا. ارحب في ايه؟ حد جرى له حاجه؟ نصرة نزلت من الصبح وما رجعتش لحد دلوقتي وقفله تليفونها. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى يا لهوي. انا عايشه مع ابويا وست اخوات صبيان في بيت صغير جدا، اوضه وصاله وحمام صغير تقريبا مكشوف. انا تعرضت لحالات مش عارفه اقول ايه. تمام تمام. اتعرضت لاغتصاب من واحد منهم من فتره طويله، وبعدها بقى بيعمل ده معايا عادي جدا. بتقول ايه ده؟ انت اتجننتي؟ احمد انت مش فاهم حاجه. ده مين اللي قصدك فيه؟ ده خلاص خالص. تعالي مالك يا واد يا صلاح؟ شكلك ناوي لحد على نية غبر. ايه؟ قولي ابوك شبشبلك؟ يونيا لم ليلتك عشان مش ناقص، وما تجيبيليش سيرة الراجل ده عشان العفاريت الدنيا بتتنطط في وشي. يا صلاح يا صلاح صف نيتك ناحية ابوك. ابوك راجل جدع وعترة وألف واد يتمنى يتسمى باسمه. انا مش عارفة انت قرش ملحته ليه؟ ليه؟ عشان كتير قال لها امي اللي رميها في ضنك وماشي يوزع خيره على النسوان، واللي يغيظك ان هي راضيه ومبسوطه، وتقول له كمان يا اخويا اديني على راسي بجزمتك كمان. امك بتحبه يا صلاح، واللي بيحب حد بيتمنى له الهنا حتى لو ما كانش في حضنه. يلعن ابو الحب اللي يذل صاحبه يا شيخ. انت بتقول كده عشان لسه ما لقيتش اللي تشوكك في قلبك وتشبشب لك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ صدق شكلك لقيتها يا ويسخ ومخبي عليا. قول لي يا ودي صلاح مين دي اللي انتصت في نوادرها وبصت لك؟ بعدين يا هوني لما يهفني مزاجي هقول. لما ايه يا اخويا يهفك؟ ان شاء الله الحشيش اللي طفحته عندي يطبع على مراوحك لما قلت لي دلوقتي هي مين. وربنا ما عرف البت دي من دون صنف الحريم كله عملت فيها ايه. اول لما المح طرفها بس تلاقي قلبي بينط من مكانه زي اللي واخد عيار، واما شفايفها يا دوب تتوارب عشان تتكلم، وداني بتتسك عن اي حس حواليا الا حسها. حسها بيكتفني من كل جهه. تكتيفه عدلها اربعه يفكوها، بس تكتيفه ناعمه ولا تطوب الحرير. ولما تفرق عيني عليا الحرام بحس ان مشيتها بتقفل جفني سنه بسنه. انت غرقان في شوشتك ويا ريته عاجب. وليه بقى ما يعجبش ان شاء الله؟ عشان الدنيا تمامها كده. انسي. وامتى ده حصل؟ وزي ما حدش يقول له فين سيد؟ جاي ورايا على طول، طلع بس على المحلات اللي بتورد لهم الشغل يسال عليها هو وميس. هو جه اهو. ها سيد وصلت الحاجة؟ مفيش حاجه يا عم سلطان، سالت كل الدنيا مفيش حد يعرف عنها اي حاجه. طب حد سأل في الاسامه؟ بلبل لسه مكلمني مفيش ولا بلاغ. طب انا هطلع على مستشفى احمد ماهر ومستشفى المنيره، اللي يوصل لحاجه يكلم التاني. لو عرفت حاجه كلمني على طول يا عم سلطان. مخه يا بلبل طمني في جديد. زي ما قلت لك كده بالظبط، دفتر الحوادث الحمد لله هي مش موجوده فيه خالص، ولا في اسم السيده ولا في نقطه المنيره. بس بقول لك ايه، وانتوا بتدوروا على عيل تايه اسمه عمر. عيل تايه مين وعمر ايه؟ اسمه عمر احمد عبد الحليم أمين الشرطة صاحبي في اسم السيدة. هو قال لي كده إن الست نصرة جت على العصرية كده عندهم وقدمت بلاغ اختفاء عن عيل بالاسم ده عنده حوالي 15 سنة. فقلت أسألك يمكن في علاقة بين الموضوع ده وبين غيابها. يعني بتكلمي مين أنت كمان؟ لا يا أخويا أصل أصل إيه؟ تعرفي حاجة عن نصرة مخبية عليا؟ يا لهوي أنا أعرف حاجة. ما تطلعي بنت في إيه؟ في إيه يا سيد مالك؟ أصل هي اتخانقت مع الواد حمادة وخدت في وشها كده. حمادة مين؟ أنا طيب؟ ايوه. وبيحكي مع اختي في ايه؟ بس الفتحة موضوع الجواز تاني. تاني ايه؟ هو كان في اولاني؟ ايوه بس هي سكته بالجامد. من ورا ضهري يا ميسا. بس يا سيد حرام عليك. انت كمان ما خلاص يا ابوخة بقى، ما الست كده في ايدك حرام طلعهم انت بس وانا هقول. هو فين ابن الحرام ده؟ عندي المصلحة دي طلعها. تعرف مكانه؟ اعرف يعني. اطلع بنت فوق. اطلعي فوق كويس. يا عم بقى تعالى قول لي في المكان. في ايه مالك؟ قلت لك عندي. وريني هو فين؟ يلا بينا. انت تستهبلي؟ هو في واحدة محترمة بتعمل اللي انت بتعمليه ده؟ يا احمد والله العظيم والله العظيم ده كان تمثيل. انا وشي ما كانش باين اصلا. افهم بقى يا اخي. تمثيل ايه؟ قولي كلام الزباله ده قدام الناس وتقولي تمثيل. وانت من امتى ليكي في التمثيل ده اصلا؟ وانت مالك؟ بس بقى يبقى انت واخوك كمان. شوفي اختك المحترمه اللي فرحانه في كل حته. انا محترمه غصب عنك. انت تعمل ايه يا راجل ولا ايه يالا؟
راجل غصب عنك يا سافله يا بنت. بس خلي الولاد يتوتوا على خير. بس بقى انتوا مش دغنين باي حاجه، واحنا مش لاقيين نصره من الصبح ولا عارفين عنها حاجه. يعني ما حدش عارف عنها حاجه. حمامه الطيب زياره. يا طارق يا سيد، انت ليه فعلت ان ورايا طيب ورحمه ابوك ما حصل؟ انا كنت رضا في الحلال يا جدع. ولما انت رضا في الحلال تتكلم عن شوال ليه؟ رجالتها ماتوا. انت عياط نصر فين؟ يعني ايه نصر فين يا سيد؟ اختك فين يا سيد؟ انت تصابت يا محمد. نصر فين يا ابني؟ اجيب عينيه. انت عياط عبد الله الحرام مديني ما اعرف. انا هاذي نصر برضك. لا انت ولا 10 زيك يا عبد السلطان. لقيتوها؟ ماشي افتح يا بلبل. حلني من هنا يا نبيل، انا لازم اخرج. لا لا لا، حمامه تخرج فين؟ انت مش تستقلب بيا وكل ما اجي اكلمك تقول لي اصلي اصلي انا محصور وتسيبني وتمشي. يا عم حقك عليا، اللي تؤمر بيه هعمله. شوف انت عايز ايه. معلمك تجيب لي قراره. ماشي، اللي بعده. انت مش كنت محصور؟ انا عايزك تفك حصر قدام الجرابيع دي كلها وفي منطلونك مفيش نقطة تنزل على الارض بسرعة. انت فين يا شبح؟ جنب فين؟ انا مش شايف ايات غير تين شوكي. انت في الصندوق الاسود ده. ماشي يا اسطى. يا بقى كده. امال كنت فاكرها ازاي؟ عاوز تقعد وتجري؟ طب انت اقفل، فاهم رجالتي ايه؟ اقفل زيك. حاسب على كلامك يا فوده. المعلم فوده يالا. اوعى تكون فاهم اللي عملته في المصمت ده هزاني. انت شريطه مقياحه يا نبيل، فاهم؟ اخرك تهوهو على الغلابه، انما تزوم عليا انا اشقك ما تلحقش تندم. أشقك؟ فوده أنت فاكرني يعني عشان أنا بديك احترامك في الدخلة وفي الخارجة ومقامك بقيت لواء واجب التحية؟ لا يا فوده، خلي بالك إن أنا عارف أصلك وفصلك كويس وهرشك، يعني دولاب مفتحية ولا حاسب الحكومة يالا، فما تعملش كبير عليا عشان أنا ما بتهتش، واخد بالك؟ مسيرك تقع تحت ترسي وأقطعك. بقى كده تعرف حلاوة البقين العفشين اللي قلتهم دول ايه؟ أجري عليك حتة عيل صغير يلوشك رصاصة ونخلص، لكن لا، ساعتها هعمل لك قيمة وأنت ما تستاهلش. أنا هوريك قرصة فوضى الأسمر اللي بتطلع بالدم، وابقى صباح لي على نفسك يا حضرة الأمين. وايه اللي مخليك مالي ايدك كده؟ ما يمكن ما يوافقش ولا يعمل فينا مغرس. فودة ده تعبان. هيوافق وبكره تشوف. بعدين مغرس ايه؟ عمرنا جبنا ورا ولا انت قلبك خف يا صلاح؟ انت عارف يا صاحبي ان انا قلبي مش خفيف، بس احب اوزنها، وهي بصراحه مش عايزه تدخل دماغي. ازاي هسيبك تكبر بالسهوله دي؟ الراجل محمل عليك في كل حاجه، هيسيبك تخلع من تحت باطه كده؟ ومين قال لك ان انا عايز اخلع؟ السوق كله في عبء، يعني مين محتاج مين اكتر من التاني؟ انا ولا هو؟ انت لما وزونه يا صاحبي. بس لازم نحرص برضه. عملت ايه يا صاحبي في اللي انا كلمتك فيه؟ في ايه يا صلاح؟ انت عارف ابو السيد. لا يا صلاح مش هينفع. ليه يا سيد؟ اسمع صلاح بقى ومن ابو ناهي، احنا اخوات مش كده؟ واكتر يا جدع. هجيبها لك على الرايق عشان نخلص. الموضوع ده تنطره من دماغك. هي مش ليك ولا عمرها تكون ليك. ولا عمرها تكون ليا؟ ومالك بتقفلها في وشي كده يا جدع؟ وانا ايه عيب يا سيد؟ قول عيب معلمش عليك في ايه؟ غير يا صلاح هتنسى نفسك ولا ايه؟ هتنسى احنا مين؟ وهتفتكر شويه الفلوس اللي معانا دول هيعملونا بني ادمين. احنا مالناش داعي عند حد. واسطوانه الحب والشحتفه دي ما تصرفش معايا عشان احنا عمرنا ما عملنا لصف الحريم اي قيمه. يا جدع انت دنيتك كلها ماشيه من ورايا في الصغيره قبل الكبيره. لما بغفل عنك ثانيه بتقع وتقول الحقوني. دلوقتي لو حصل لي حاجه يا صلاح هطمن على البنت ازاي؟ افهم ما تبقاش غبي. لو ليك اخت هتجوزها لي؟ اجوزها لك يا سيد. وانا مش هرضى اعمل فيها كده. نهايه الكلام،
الموضوع ده يتقفل، بدل ما كل مره اسمعك كلمتين يزعلوك. وانت هتسمعني ايه زعلني تاني يا ابو السيد؟ ما انت جبت كل اللي مخبيه في عيبك بقالك سنين. تشكريني يا صاحبي. ياض اسمع ما تبقاش غبي. ناقصاك انت كمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله ازيك يا ابو الولد. ده ايه اللي بيحصل ده؟ لا مؤاخذه. ده المعلم بيبيع نصيبه. يلا عاد روح شوف شغلك يلا. الواد ده بيتكلم صح يا سلطان ولا ايه؟ اه صح يا نبيل، وانا قايل لك قبل كده في ايه؟ برضو عملت اللي في دماغك؟ انت ايه يا جدع؟ انا رايي عندك ملوش عزا، انا بحالي كده عندك ماليش عزا. يا عم لم جناحاتك بعيد عننا، انا بعت نصيبي، نصيبك زي ما هو، يبقى رايك له عزا في الحكايه في ايه؟ لا لا يا اسطى، مفيش ولا بيع ولا شراء ولا اي حاجه من دي هتحصل. بقول لك ايه، اتكلم على هاتك يا نبيل عشان ما ازعلكش. انت تعملها معايا انا؟ اه اعملها معايا. طب يلا يا عم من هنا يا عم. يا نبيل في ايه؟ طب ازعل يا سلطان. اه ازعل. بديتك على ابويا انا يا سلطان. السلام عليكم يا استاذ نصر. اهلا يا معلم. انا قلت ما ينفعش اخر زيارتي ليكي اكتر من كده. الف سلامه على رجلين ست بنات المنطقه تمن. الله يسلمك. لا مؤاخذه سيد مش هنا، مش هقدر اقول لك اتفضل. اه بس الدكتور موجود وسيد جاي ورايا. هو فين؟ دكتور تلاقيه نايم له ساعتين قبل ورديه الليل. بس بردك حسه في البيت، يبقى احنا ما عدناش الاصول. ها قولي لي يا ست البنات عامله ايه دلوقتي؟ وزي ما تبلغونيش يصح بردك اعرف من كلام الناس كده. الناس ياما بتهول يا معلم، الحكايه بسيطه مش قد دوش الدماغ. لا 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 لا، ما تقوليش كده يا ست نصر، ده انت غاليه عندنا كلنا. كإلا بالحق، مين الواد الصغير ده اللي كان نازل يجري على السلم من عنده؟ واد مين؟ اه ده عمر ابن خالي الله يرحمه. لما ماما ماتت هي كمان، سيد قال يجيبه هنا يونسني وهو ياخد بايدي في البيت والشغل. ابن خالك انا هون، وانتوا حالتكوا غير خالك رضا؟ بس ده مات عازب. اه تكوني قصده اخوه من زكية اللي ابوه اتجوزها في اواخر ايامه. ايوه هو ده. ايوه الله يرحمه، ما فرقش البلد ابدا غير بقى لما قابل رب. كلنا هنقابله، محدش بتبت فيها. اه يا اخويا سيد جه. لا مؤاخذه معلم، اتاخرت عليك. ولا يهمك يا ابو السيد، بركه انك وصلت بالسلامه. الله يسلمك. عملنا شاي يا نصر. حاضر. شوف يا ابو السيد، انا قلبت الكلام في دماغي، الكلام عجبني. طب حلو. مش بس كده، انا كمان ظبطت لك الناس اللي هتقابلهم عشان ترمي بياضك. ماشي، في ظرف اسبوع هتلاقي المهر حاضر. لا لا لا، دول مستنظرين قبل كده. شاحن معايا سيد ولا ناوي تصغرني؟ مع شويه كده الصغيره يا معلم، اقل من اسبوع هتلاقي المهر عندك. مش مبسوط ولا انا؟ شعر صدره كثيف. الفالينا مش ماشيه مع المفرش. بعدين التمثيل ارتفيشال صح؟ طبيعي قوي. ياض احنا عايزين تمثيل مبالغ فيه، احنا بنعمل فيلم خرافي. ياض الشمس بتقع من نخلص. لا الشمس بتقع من الاستاذ، ولو الشمس وقعت هتنزل تجيبها. يا ابني الموكوسه، اهو جالك مشهد الاختصار. ويا امك مالك عندي فركش؟ انا هاريك اقصد يا ابن الرقبه دي. اديله يا يونيا. تسلموني يا رجاله. انا كنت بلعب كتير ايام الملجا، وكانوا برضو بيهيصولي، بس المره دي فرحان لان حاسس ان في حد عايز نكسب بحق. امال ايه؟ الاهل عزوه، البني ادم مننا لو اتخلع عزوته الدنيا تستفرد بيه وتوريه اشكال والوان. عندك حق يا امه. يا حبيبي، كل واحد مننا
بيتوجد في وسط اخواته اللي منه، بيتربى فوق كتاب بعض، بس برضو مصرنا نتفارق يا حبيبي. يعني ايه مثلا؟ اجلها عدلها، ورحاب هتحصلها، واحمد كمان، وخلك بقى، خلك سيد جايه له سفريه باينه طويله قوي. وماله؟ والبيت يفضل انا وانت يا قمر يا حبيب قلب امك انت. بس يعني البيت هيفضل عليا انا وانت ازاي لوحدنا؟ احنا محتاجين راجل يا حبيبي يحمينا. راجل؟ انا ده كربط ياما ولا ايه؟ لا يا اخويا، ده انت سيد الرجاله. ده كربط ازاي؟ بس يعني انت محتاج حد يقف جنبك يسندك وياخد بايدك. ايه الحكايه؟ هو في حد تاني هيجي يعيش معانا؟ يا حبيبي ده انا بقول لك افرض، يعني يا اخويا افرض، افرض افرض اتقدم لي حد. انا ما قلتش حاجه، انا بقول لك افرض ما فيش حاجه حصلت يا اخويا. في يا ماما؟ انت ايه اللي جرالك؟ مش حاجه يا حبيبي، بس يعني هو انا هفضل عايشه كده من غير راجل؟ انا راجلك وخلصنا، ولما اقصر بيرميني تاني في الملجأ. وروح شوفي مصلحتك، مات الكلام. يا عمر يا واد يا واد، تعالى يا ولا. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. انا رحاب جدل، من المهتمين جدا بشغل حضرتك وبافكارك وارائك وتحليلك للمواقف. انت طالبه عندي في الدفعه؟ يا ريت، انا خريجه كليه اعلام ولسه ببدا طريقي في مجال الصحافه، لكن بحضر الصالون الشهري بتاع حضرتك بشكل دوري، ومن وقت للتاني يعني بحضر محاضرات حضرتك في الجامعه كمان. اهلا بيك يا استاذه، اتفضلي استريحي. متشكره قوي. انا الحقيقه بشتغل على سلسله من التحقيقات اللي بترصد العلاقه بين راس المال والسياسه والسياسيين، وما كانش ينفع ابدا اشتغل في موضوع زي ده من غير ما اخد راي حضرتك. ايوه بس ده موضوع كبير قوي يا رحاب. رحاب، انا عارفه انه موضوع كبير، وان العلاقه بين راس المال والسياسه مش بس بتتحكم في تاريخ الدول وحاضرها، لا ده في مستقبلها كمان. حلو قوي الجمله دي، شكلك كده مذاكره ومحضره كويس. طبعا يا فندم، انا نفسي اطلع شغل كويس واقدم امثله لرجال اعمال غيروا مسار السياسه في مصر، عشان كده انا عايزه اعرض على حضرتك الخطوط اللي انا همشي عليها قبل ما ابدا، ده يعني لو كان وقت حضرتك يسمح. لا طبعا في الحاله دي يا استاذه وقت يسمح اكيد. طيب دي ارقامي، يبقى كلميني وتعالي نتقابل. متشكره قوي يا دكتور، بجد متشكره. السلام عليكم يا معلم سلطان. اهلا ميشا، اتفضلي. يزيد فضلك، هما كلمتين مع سيد. مش هنعيده تاني، التقي شر اللي من دول احسن. ما انا جاي عشان التقي خالص. هو في على الصبح؟ لا 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 لا، بقول لكم ايه، انا هتكل على الله وانتوا خدوا راحتكم، بس بالهداوه بالهداوه يا سيد، انت على القهوه. ماشي. شوف يا سيد، هما كلمتين هنقضيهم وكل واحد يروح لحاله. خلاصي حاجتك يا اخويا اللي في المشتى، بعد ياخدها ملهاش عوز عندي. هنشوفها بنت الناس، لو جاي تحكيها في كلمتين عشان في اخرهم تقولي حقك عليا، اسحب الكلمتين دول بدل ما اخدهم بجد. ليه بقى؟ هو انا رميه ولا رميه؟ انت بعت بالرخيص، وانا بقى بصراحه بشتري نظافه ايدي. استغفر الله العظيم يا رب، ما فيهاش المره دي يا ميسا زعلتاني. اخفي من وشي وانا هنسى اللي قلتيه. انا مش عايزاك تنسى يا عيني، انا عايزاك تفتكر وتفتكر ساميه كويس قوي عشان لما تحب ترجع. لا ما فيهاش راجعه يا ميسا، ساعة زمن الحاجة تخفى من مطرحك. بقيت جد يعني؟ على عيني، بس المرة دي مش قادر افتح بقي وما وافقش. المصيبة اللي هي اللي عايزاه. حمادة الطيب، يا نهار اسود. حمادة الطيب طول عمره تعبان بس مش يمكن لو دخل بيتك يبقى في عيبك وتأمن شره؟ ده اللي انت فالح فيه، شغال من طيباتي والسلام. يا عم نقطنا بقى بسكاتك. الله، هو انا ابقى في صفك مش عاجب، امشي خلافك مش عاجب؟ يا سيد، هو لا كده نافع ولا كده شافع؟ بقول لك يا عم انت، فكك بقى من العك ده كله، واسمع مني الكلمتين اللي جايين دول. قول يا سيد. احنا نسافر بره تاني، هنقضي مصلحه البوريكي ونرجع على طول. سفر ايه؟ سفر يا سيد؟ انت دماغك ونونت ولا انت نسيت؟ لا ما نسيتش، وعارف ان الدنيا كانت مقلوبه علينا هناك، بس هو طمني وقال لي الراجل مسافر مش راجع دلوقتي. الولايه قالت لك ايه يا سيد؟ مش قالت لك البضاعه كفايه اللي معاك والسوق بقى مترستق؟ ايه لازمه الدهوله؟ لازمته انه عايز اكبر يا جدع،
مش هفضل طول عمر رقبتي تحت ايد حد. يعني هي تقول لك ما ينفعش وانت تقول ينفع؟ هي خايفه وقت الدار، بس مظبطه لنا كل حاجه بره، مظبطه الكاشات. قلت ايه؟ برضه ما ينفعش، فيها مخاطره. اسمع مني. يا عم اسمع كلام مين؟ خلصت الكلام، انا كده كده طالع، جاي معايا ولا لا؟ طب اسمع، انت خلصت الكلام، مش بوريكي هو اللي هيقعدك مع الناس هناك، خليه يسلك الحاجه ويجيبها هو. ما ينفعش، عمليه زي دي ما امنش حد غير نفسي. انا كده كده مسافر، طالع معايا ولا مش طالع يا صلاح؟ انا طول عمري في كتفك صح، بس انا بقى اليومين دول دماغي مش فايق. يعني ايه؟ يعني سيبني اطلع انت وخليني ابقى انا عينك على السوق اللي داير فيه. وبرضه ما ينفعش اسيب ايه واحنا لسه في الاول. ما ينفعش اسيب ايه؟ ماشي يا صلاح، مش هوك، بس خلي قعده النسوان تنفعك. الله يا سيد، فيها جدع. والنبي ما عارفه جرى لي ايه من يوم ما حبيت زي اخويا ما كنت اتصالحت على الدنيا، وعايزه اخد منها كل فرحتها. ظلها سوا يا عمر، طالما معاكي الطيب ما تشيليش هم الدنيا دي خالص. يخليك ليا يا رب. يا نهار ازرق يا جدع، ده انا معايا احلى واحده في مصر. عارف يا حماده، احلى حاجه في حياتي قعدتنا مع بعض كده. طالما قلتي كده يبقى انت حاسه بالنار اللي جوايا وهتناوليني اللي انا عايزه. طبعا هحقق لك اللي انت عايزه، بس امسك نفسك، عندي كلمتين حلوين مش هتعرف تصلب طولك عليه. لا، ما دام كلمتين حلوين ومش هعرف اصلب طولي يبقى اتقالي. مش هنا. امال فين يا اخويا؟ ما كفايك مصاريف بقى يا حماده. الغالي يرخص لك. بصي، غالي واد صاحبي شغال في فندق 5 نجوم، عينته في العيادي، هيظبط لنا كده اوضه قيمه 2 ساعة. نروح نقول الكلمتين بتوعنا، ولا من شاف ولا من دير. قلت ايه؟ اوضتي 2 ساعة لمين؟ ليا انا. جرى يا ناصر، جرى ايه؟ انت هتعمل لي فيها بنت بموت ولا ايه؟ مش حال ما كنت مبرعه من ورا الخلق كله، ولا حد يعرف عنك حاجه، وفي الاخر راجع لي بشحط طولك. يا لهوي، ايوه واطي وسخ. يا ند يا جبان، امال انت كنت مفكره ايه؟ هتجوزك واربي لك الشحط؟ انت اخرك يومين تعدلي مزاجه وخلصت. راجل ايه يا بنتي؟ ده ملوش في الرجولة اصلا. اه والله زي ما بقول لك كده، عندي حواديت. يعني بقول لك ايه، اوعى تكوني بتكسفي من الحاجات دي. معقوله حضرتك بتقول كلام خطير جدا؟ رجل اعمال كبير وطايل زيه ممكن يعني يأذي حضرتك. انت عبيطه ولا ايه؟ ايه اللي بتقوليه ده يا رحاب؟ مين ده اللي يأذيني؟ وبعدين ده طايل على نفسه. سامر ده انا هفرتكه بس يقعد تحت ايدي. يا ابن اللعيبه، جامده قوي النمره دي، برافو عليك يا رحاب. بجد عجبتك يا استاذ عادل؟ طبعا عجبتيني. الكلام ده لما يتذاع هيضيعه، البلد كلها تقعد تسمع الاستاذ المحلل المحترم وهو سافل وحقير كده. اه بس الله يخليك شيل صوتي من التسجيل لحسن، دي تبقى مصيبه لو. معقول برضو؟ معقول برضو يا حد، انت مصدري في السبت ده، وبعدين دي اصول الشغلانه، عيب لما تقولي لنا الكلام ده. سمعها يا ابني. عندي حواديت يعني، اوعى تكوني بتتكسفي من الحاجات دي. انت عبيطه؟ مين ده اللي يأذيني؟ طايل على نفسه يا ماما. تمام يا ستي، طمنتي؟ ميرسي يا استاذ عادل، انا ما اقصدش والله، بس يعني حضرتك عارف ان انا لسه قلقانه شويه. ولا تقلقي خالص، انا عايزك تطمني، وبعدين انت كتبتي اسمك بالجامد في الصحافه، واسمك هينور قريب ان شاء الله. يا رب. انا كنت خلاص رايحه اقول له ان سيد وافق، كنت مبتديه معاه بالطيب وحل ربنا، لكن هو كانت عينه على الحرام، يمكن لهفتي عليه هي اللي خلتني زغرت في نظره. بالراحة على نفسك يا اختي، عيطي عيطي يا نصرة، صرخي، خرجي كل اللي جواكي بدل ما يجرالك حاجة وتروحي مننا. أروح؟ أروح فين؟ أموت يعني؟ بعد الشر عليكي.
شرحنك يا ميسا، انا مت من زمان بس كنت بوهم نفسي اني عايشه. ومادي يا نصره، مش عيل وسخ زي ده هو اللي يكسرك، ده انت برضك نصره اللي شايله حمل الدنيا كلها على كتفها. لا وبتسد، عمرها ما تتكسر. كسرت داري. ازاي يا نصره؟ ازاي هم اللي يدوسوا علينا بالجامد واحنا اللي نتقهر ونتمنى التراب يداوينا؟ انت حبيت يا حماده بجد؟ هو اللي ما استاهلش حبك يبقى هو اللي يتقهر مش انت يا اختي. انت فاكر كاني مقهوره عشاني؟ انا مقهوره عشان فتحت قلبي من تاني، ضعفت، صعبت عليا روحي اني عايشه من غير راجل يحن عليا ويطبطب. نصرة بنت جدالة اللي كانت بميت راجل بقت مرة خرعة ضعيفة بتضعف قدام لمسة ايد، خلاني كرهت كل اللي كنت بحلم بيه، خلاني حسيت اني صغيرة قدام نفسي. عيطي يا بنت، عيطي واغسلي قلبك من سيرته، انا قريب هتنسي زي ما تعودنا ننسى. عارف يخليني أحب، ورحمة أمي حبته بجد. حسبتك غلط يا روح أمك، روح اظبطها بقى عشان على الحرام دي. ما توفر عفتك يا طيب، ما تحتاجها قدام. قبل ما تهب منك اسمع مني زي ما سمعت من أختك. طب أنا أشهدك على روحك وأنت اللي تحكم. ياض انا كم مره اقول لك ابعد عن سكه اختي وانت ما بتسمعش الكلام؟ كل مره تسمعني الامين وتلف من ورايا وترازيها. طب اعمل لك انا ايه؟ غلطان غلطان وراكبني حق اؤمر. ياض انا اللي عاوز اختي مش بالسهل، لازم يستموت عليها مش يجيب ورا كده من اول ثغره. طب مش فاهم. انا فاهمك، نصره دي اغلى حاجه عندي في الدنيا، وعلى الحرام لو خيروني بين رقبتي وبين سعادة لهشاور على سعادها، وده اللي خلاني ارضى بيه. بس اسمع، انا رضيت بيك عشان هي اللي عايزاك، مش عشان انا اللي عايزك ولا انت تستاهلها. حبيبي يا بوخ. طب اسمع بقى الكلمتين اللي جايين دول وعقلهم كويس يا حماده. لو شيطانك وزك وفكرت تضايقها ولا تمس شعره منها اللي هتفنك تحتيها، انت فاهم ولا لا؟ فاهم. ماشي يا ابو ناسي. خير يا بوشي؟ كان بيقول لك ايه؟ ابدا يا اخوي. ابدا يا اخويا ايه؟ كان بيقول لك ايه يعني؟ هم كلمتين بر وعتب، بيحق نفسه على اللي عمله صبيه في عمر ابني. كتر خيره. كتر خيره؟ ومن امتى الخير بيجي من ورا فوده؟ بعدين مش حماده صبيه فرقه؟ ولا هو العشاء مواكل قوي عشان يدخل نفسه في اللي مالوش فيه؟ ما تهدى، على الاقل فاكر حبايبه اللي فرقوه، مش زي ناس ماشيين في سكة لوحدهم وناسين حبايبهم واللي في عبهم. كأن كده الكلمتين اللي قالهم لي بيكبرها. الأصول أصول يا سيد، واللي بيمشي دغري وما بيكدبش بقى قليل قوي في الزمن ده. طب ما تجيلي أنت بقى في الدغري عشان سكة كلامك كده مش عاجباني. والله يا سيد ما في حاجة، بس هو قلب عليا المواجع، فكرني يوم عمر اتاخد. لا يبقى تنسي الكلمتين اللي قالهم لك دول، وانا عن نفسي احرمه يتهنيها. انسى؟ يا ريت اقدر، كانش قلبي اتوجع. بركه انك جيت بالسلام، هروح احضر لك لقمه تاكلها. طول عمري بفكر عن اللي غيرك يا سيد، ليه ما ببصش على اللي حواليا بطريقتك انت وافهمه؟ ليه مش ناشف على الدنيا زيك؟ قول
وصلت ليه يا احمد؟ وصلت ان انا لازم اقبلني زي ما انا، وانت كمان لازم تقبلني زي ما انا. انت مش عشان ربيتني يا سيد هبقى عاجبك في كل حاجه. انت جايز تكون شايفني اهبل ولا بسيط ولا ساذج، ايا كانت شايفني ازاي، بس انا مش هاجي اتغير كده فجاه من يوم وليله. طب لما انت شايف كده جاي لي دلوقتي ليه؟ عشان تسامحني يا سيد. انا عارف ان انا مش الاخ اللي انت تمنيته ولا الكتف اللي انت ممكن تميل عليه وقت ما تعوز، بس والله العظيم بحبك يا سيد. ياض انت مش اخويا وبس، انت ابني. ابوك سلمك ليا وقال لي عايزه يطلع راجل، تيجي انت بالسهل تدوس على كل ده عشان خاطر بطه؟ طب ليه؟ عشان حبيتها يا سيد، حبيتها. جوازي من بطه ده الحاجه الوحيده اللي حسستني بقيمتي، حسستني ان انا مش محتاجكوا في حاجه ولا محتاج اخد رايكوا حتى يا اخي. يا غيري، بس جايز لو هي كانت في ظروف تانية كانت بقت حاجة تشرف. يا أحمد افهمني، بطة دي تصعب عليك، تعطف عليها، تساعدها، إنما تتجوزها لأ. سيد افهم يا ابني. اسمع، لو جاي فعلا خايف على زعلي وعايز ترضيني، البت دي لازم تطلقها. بس أنا عمري ما اتدخلت في حياتك يا سيد. عشان عمرك ما اتدخلت في حياتي أنا هدخلك فيها. عمرك سألت نفسك أنا سبت ميسا ليه؟ أهميسة دي ربيتها على ايدي، بنت جدعه من الحريم اللي في ظهر رجالتها بجد، حاجه كده شبه امك لو لسه فاكر. بنت ما بتنيش كلمه لراجلها في الغلط قبل الصح، بس مره واحده حرمت وقالت لا. مات الكلام اهي، بطه دي بقى لا شمت ريحه امك ولا طالت ضفر ميسا. ليه اي لازمه تطلع اللي طلعتيها دي؟ مفيش تتحوري تاني. ما انت اتنرفزتني يا صلاح، انت ايه دخلك بشغلي اصلا؟ دخلي من حقيقي، من حق اتكلم معاكي في اللي عاوزه وفي اي وقت وقصاد اي حد. طب والاي حد ده بقى لما يشوفك وانت قاعد بتفتي وبتقول اي كلام؟ يقول اللي يقوله، ام الناس على كلامهم، ثم افتي في ايه؟ ده انا قلت لهم فكره احلى من اللي قالوها يجي 100 مره، ده عيال خايبه، كلهم كانوا مبسوطين وانت شفت، صح ولا مش صح؟ هي القعده كانت زي الزفت اصلا، واديك شفت انا بتعامل معاهم ازاي وبتكلم معاهم ازاي. وبعلق على الهبل اللي بيقولوه من قبل ما انت تيجي تتكلم معايا. انا غيرهم يا آية، تهبشي في اللي انت عايزاه براحتك، بس صلاح لا، صلاح اللي بيحبك لا. ماشي خلاص يا صلاح، ما تعرضهاش، هو اليوم جايب اخره لوحده. ماشي. وعلى فكره بقى، لو مضايقاك قوي كده يا ريت بلاش تيجي وتقعد معايا تاني وانا بشتغل، هيبقى احسن بقى. باي باي. شرفتي يا ست البنات. جرايه يا بت؟ رايحه جايه على حل شعرك. ايه كل يوم ترجعي بعد نص الليل؟ مش مستعنيه اي حد في البيت ده؟ طب والله العظيم انا هعيش اخوكي عنك بالعافيه. يا دي النيله، هو هنفتح الموضوع ده تاني ليه بس؟ يا جماعه ده شغل، وبعدين صلاح بيجيبني وبيوديني، يعني عايزين ايه تاني؟ قصدك الدلدول اللي بتسحبيه علشان تسدي بقنا، مش كده؟ هو كده فعلا. يا بت يا بت، الواد متعلق بيكي ومتعلق بيكي جامد، مش شايف اللي احنا شايفينه، عشان كده عارفه تخليه يروح ويجي معاكي زي ما انت عايزه. بالك لو حس ولا دري ولا خد باله هيخلي وقعتك سودا. وياخد باله من ايه؟ واللي انتوا شايفينه اصلا؟ شايفين انك عامله كوبري يا اختي، والجدع مستني لاجل ما تبقوا مع بعض، واحنا كلنا عارفين ان انتوا مش هتبقوا لبعض. وايه بقى اللي هيخليه مش هيحصل ان شاء الله؟ لانك انت مش عايزاه اساسا. يا بنت يا بنت، حلي من الموضوع ده قبل ما يتعلق بيك اكتر من كده، والواد يعني قلبه ينكسر. سلامة قلبه يا نصرة. ايوه الطريقة، وانت فالحلة في الطريقة.
وانت دريانة بحاجة، لما الواحد تبقى فرحته قدامه شايفها بتعلق بيها وتروح منه بينكسر، الكسرة بتوجع. وانت بقى كده تبقي خايفة عليا ولا عليه؟ طبعا خايفة عليك يا هبلة. جدع زي صلاح ده لما يحس ان هو انكسر بسببك انت هيكرهك وهيبخ سمه في وشك، انت فاهمة؟ ميرسي قوي يا نصر على الدرس ده، انا تعبانة بقى وعاوزة انام. ربنا يكفيكي شر نفسك. يعني ايه البضاعة دي مش بتاعتك؟ انا متأكدة من اللي انا بقوله. وانا بقولك مفيش بضاعة بتطلع من تحت ايدي غير لما بعرف اراضيها فين. يبقى البضاعة دي خرجت من غير معرفتك وده اسوأ. مفيش حد من رجالتي يستجري يعملها معايا. لا حصل، ارض السادات، منشية منعم، دي مناطق متعطشة وده بالاتفاق مع الأجهزة ما ينزل لهاش أي حاجة. جيت حضرتك بمنتهى البساطة فتحت الحنفية ونزلت لهم كل حاجة وبقى شكلنا صغير، خليت شكلنا بايخ. مين اللي شكله بايخ؟ ما قلتلك ما حصلش. حصل، وروح شوف مين بيلعب من وراك. بيلعب من ورا ظهري؟ ده أنا كنت أسلخه حي. غلطة زي دي ما تتكررش تاني، حل كل مشاكلك ان شاء الله، حتى تموت كل رجالتك ما يهمنيش، واوعى بعد كده تشكك في اي معلومه انا بقولها. وانت ما ينفعش تتكلمي معايا كده تاني، انت عارف ان انا لو شلت ايدي من السوق هيفرض مش هعرفي تلموه، انت فاهمه ولا لا؟ انا اسفه، ما اقصدش ضايقك، انا اخويا لا جاي استمر معاك ولا جاي ارازيك وترازيني. نصرة بنت جد الله، تبعد عن سكتها احسن لك. يبقى انت وصل لك غرضي منها. شوف يا سلطان، اللي انت جاي تعرق بخطوتي عن سكتها دي دخلت دماغي وحششت خلاص. بعدين لما مؤاخذة انا جاي في الدوري وعيني على الحلال. حلال يا ابو حلال انت؟ طب إذا كانت هي صدقت الكلمتين الحمضانين دول، ده فاكر إن دول يخشوا عليا؟ أنت بتتجوز نصرة عشان تكسر بيها أخوها. قريتها إزاي دي بقى يا سيدي المعلمين؟ كرامة للنبي تنورني. كرامة للنبي اللي أنورك، ما هي نصرة أصلها مش هتقبل بواحد زيك، ذمته لا مؤاخذة ملطوطة مضروب فيها عدم المؤاخذة ميت مفك. ومنت تعمل ايه بقى؟ تقلبها على اخوها وتفهمها انه شغال في الحرام عشان لما تطول بعيد عنه تستلقفها انت، مش كده؟ انا كده قريت الليلة. نصرة ما راحت لكش علشان تاخد رأيك وشور عليا يا معلم. نصرة بخت فيك ولبستك ليلة بخارست. مش بعيد كمان تكون علمت عليك عشان كنت عارف ومخبي. نصرة بنت جد الله بنتي ورحمة الغاليين، ما هتمس منها شعرة لا بالحلال ولا بغيره. يا راجل اختشي، اعمل كرامة لابوها عيب. طب بس تركبش ظهر الجدعانة قوي كده. بنتك كرامة لابوها مش حال ما انت اللي مبلغ عنه وسلك ايدك، سلك نفسك انت بره الليله دي، انت اللي ضيعت ابوهم زمان. اعتبرني يا اخي بصلح اللي انت بوظته. صدقني يا سلطان، انا بمد ايدي لنصر عشان اعوضها عن حنان الاب. صح، انت صح يا فودة، انا فعلا عملت كده في صاحبي. وعقلها انت بقى بمخك، اللي يعمل كده في صاحبه ممكن يعمل ايه في عدوه؟ فكر. بالاذن. يا استاذ عادل انت لازم تتصرف، ده كلمني وهددني، انا ما كنتش عارفه ان كل ده هيحصل وان كل ده هيجي على دماغي انا.
هو ايه اللي جرى يعني يا رحاب؟ ايه اللي جرى؟ ما ده رد فعل طبيعي ومتوقع يا ماما. الله، واحد اتضحك عليه ولقى نفسه مفضوح قدام البلد كلها، لازم يتصرف بالشكل ده. ايوه بس حضرتك ما فهمتنيش كده. هو ايه اللي ما فهمتكيش كده؟ هو انا بتعامل مع طفله ولا مع صحفيه ولا مع ايه بالظبط؟ ما فهمتكيش ايه؟ انت جاي تهزري يا استاذ عادل. خليك مكاني. معتز الكاشف ده مش واحد عادي يعني، عنده علاقاته واتصالاته، واتصالات تقيله كمان وعلاقات كبيره جدا. تخيل بقى لما يكلمني انا يهددني، يبقى هيعمل فيا ايه؟ وانت ما كنتيش تعرفي الكلام ده من الاول؟ يعني ايه؟ هروح في الرجلين؟ بتورطني وتبيعني بعد كده؟ الموضوع مش كده يا رحاب. امال ازاي؟ انت لازم تتصرف وبسرعه. كلمه، اعتذر له، قول له اي حاجه، المهم ابعده عني. انت عبيطه يا بت، مين ده اللي اعتذر لمين؟ انا كان اختياري ليكي غلط من الاول. انت لا نافعه لا في صحافه ولا في زفت بلا قرف. منوره يا نصر. شفتي الامل اللي اخوكي بقى فيها؟ شفت. يا ريتني ما شفت. ليه بس يا ابو النصر؟ هو انت برضه هتكرهي الخير لاخوكي؟ على ان عيني يا فتوى اديهولك، بس مش لما يبقى خير، مش من حرام. ما ترد، ما تردش ليه؟ الهلومه اللي انت فيها دي كلها من مخدرات يا سيد. هاي نص من مخدرات. ليه يا سيد؟ ده انت الوحيد دونا على الخناق دي كلها اللي عارف تخرب. ده انا وانت شفنا ابويا وحسرة قلبه ونهيته واللي ربنا عمله فيه محدش غيرنا. انا اصلا ملوش عايز الكلام ده دلوقتي. انا عايزك تسمعيني، ولو سمعتيني هتصدقيني. اصدقك؟ روح شوف حد يصدق كلامي. لو الدنيا هي اللي حطتك في الطريق ده وقدرت عليك، الدنيا ما قدرتش عليا الا النهارده لما لقيتك عايش في الحرام ومحنله لنفسك. طب انت عايزاني اقول لك ايه؟ ما تقولش. خلاص انا يا اخويا لا جاي اعاتبك ولا ردك. لو هي دي سكتك انت حر، طالما بعيد عني وعن اخواتي وعن ابني. لا لينا دعوه بقرشك ولا الاذى اللي هيجي من وراك. يبقى خلاص يا نصر. ربنا يهديك ويرجعك لينا سالم غالي. سلام يا ابن ابويا. اديتي الدواء لابوك يا بطه؟ بطه في مالك؟ انا حامل يا احمد. نعم انت بتكلمي بجد؟ ومالك فرحان كده ليه؟ مش قلقان ولا خايف؟ قلقان وخايف؟ قلق وخايف ليه يعني يا بطه؟ بطه انت مراتي وانا اكيد نفسي اخلف منك. انا مش عايزاها، انا مش عايزه اخلف يا احمد، مش عايزه عيال خالص. انا هروح انزله. وايه ده اللي تروحي تنزليه ومش عايزاه برضه؟ اللي انت بتتكلمي عنه ده يبقى ابننا. انت بس تلاقيكي خايفه ولا قلقانه عشان دي اول مره. انما بعد كده تتعودي وتبقي كويسه. مش هتعود على حاجه. انا هروح انزله عشان خاطري ما تقفليش فيها يا احمد. بامر الله هتعدي يا اختي. ياما في عيال مروا بأكتر من كده وخرجوا بألف خير. يا اختي ما انا عارفة. تشدة وتزول. تقهرش في روحك يا نصر. ربنا ببعت حبة تعب وبيشيل وقتي. غيرش بس ان احنا اللي ما بنصبرش. ليه يا اختي؟ شايفاني بقطع في مقاصيصي؟ ما انا واقفة قدامك اهو. جرى ايه يعني؟ عيلي راح. ما هو كان رايح. هموت نفسي.
السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا اخويا، في اخبار؟ خير ان شاء الله. خليك يا ميسا، انا جاي اطمن على نصر امشي على طول. ما ينفعش تنزل وتسيبها يا سيد، اختك على اخرها وانت اكتر واحد محتاجه جنبها. خليك جنبها والنبي يا اخويا. عامله يا نصر؟ ازيك يا سيد؟ ايه جاي تحنن وتطبطب؟ مالكش دعوه بكلام النسوان دول. يا ما دقت على الرستبول يا سيد. يا ست انا عارف ان هي ما دقت على الرستبول، انا جاي بس اقول لك المحامي قال ايه. ولا ما قالش؟ هيكون قال ايه يعني؟ هيسجن؟ ما يسجن، ما هو راجل يستحمل. هيغيب عني سنه ولا اتنين ولا تلاته، وهو ياما غاب عني. جينا على ابو قلبي لو حنان. انسى بقى يا سيد. انسى يا نصر، ده ابنك. كلب. ده عمر. قطعه وقطعه سيرته. معلش اهدي بس، انا عارف انه وحشك وعارف ان انت زعلانه عشان بعيد عني، وكان نفسك يبقى معاكي دلوقتي. بس لو راح المره دي يا نصر هروح بالسنين. اسمعي الكلام. يعني انت بتقول كده ليه؟ عشان تهدي، عشان تتكلمي معاه وتفضفضي وتريحي روحك. هو عمره ما ريحني، مشقيني ورا. يا سيد انا طول عمري بحلم، بحلم انه خرج من الجامعه، اني رحت خطبت له وجوزته وخدت عياله في حضني وشمت راحته. ده ابن عمري يا سيد. صلى الله على النبي عليه الصلاه والسلام. طب واللي خلق الخل وغلاوتك عندي رجعه لك في حضنك تاني، وبكره هتشوفي. هاتي يا اختي. انت فاهم انت بتعرض عليا ايه؟ ازاي عايزني اعمل كده؟ مالك مكبره الحكايه ليه؟ ما اختك كده كده هتطلع على الشاشه وتحكي قصتها للملايين والدنيا كلها هتتفرج عليها. أنا بس مش عايز حد تاني ياخد البروباجندا منك. أنا مش فاهمة، إزاي يعني؟ أنتِ عارفة إن جانا هي اللي فضلت وراها لحد ما وصلت لها وعملت معاها الديل؟ جانا؟ أيوة جانا. واحدة عايزة تنجح وتكبر، ولو كبرت هتاكلك. ومش بعيد مجلس الإدارة يقرر يعمل لها برنامج خاص بعد الحلقة دي. صدقيني يا هي، فكري كويس. أفكر في إيه بس؟ دي أختي، أنا هضيعها، وبعدين أنا هيبقى شكلي إيه؟ والناس هتحب كده، المذيعة الشابة تفتح قضية شائكة أختها متورطة فيها، وشوية كلام عن المصداقية ومواجهة الذات، هتبقي نجمة. دي أختي يا سامر، وأنا مش هقدر أعمل كده. أنت عايزني أنتقملك منها؟ تنتقميلي؟ أو هتكوني فاكرة شوية الكلام الأهبل اللي الواد التافه ده قاله فارق معايا؟ خالص. أنا كل اللي فارق لي أنتي ومستقبلك. هتتحطي في حتة تانية يا آية صدقيني. آسفة، مش هقدر أعمل كده. أنا مش قادرة أفهم أنت معترض على إيه. شغلك زي ما هو، اتفاقي معاك ما اتغيرش. إزاي؟ ده أنتِ عايزاني أحول مصنع الأدوية لمعمل مخدرات، يبقى إزاي اتفاقك معايا ما اتغيرش؟ مش صحيح. كل الحكايه ان انا عايزاك تغير شويه في تركيبه الدواء اللي انا بعته وتنتج لي منه كميه كبيره، وقبل ما تسلمني البضاعه فلوسك هتكون متحوله في حسابك قبل ما تخرج من المصنع. كتير ده؟ اسف، شوفي لك حد غيري. انا ما باخدش رايك. أنا بأمورك. للدرجة دي؟ كل ده عشان جربوع اللي بيجيلك هنا؟ وعشان مصلحتي ممكن أعمل أكتر من كده 100 مرة، وأنت اللي هتنفذ ومن غير ما تعترض.
عارف ليه؟ لأنك عارف كويس قوي أنا ممكن أعمل. بتهدديني يا موجة؟ وامسحك كأنك ما كنتش موجود هنا أصلا. فلوسك، شغلك، سمعتك، وفي لحظة عامر أنا اللي بعتك قبل كده عن شغلي، وأنا اللي دلوقتي بدخلك فيه. فبليز اعمل اللي أنا بطلبه منك. اقعد يا حماده. انا رحت لها بنت جدالة مش مستعنياني ومعلمك شكله مدلوق بالجامد. ما كنتيش ضنيتي نفسك ورحت لها؟ ما تستاهلش خطوتك لحدها وربنا. امال استناها لما تخطيها لحد هنا وتقعد مكاني وتدلدل؟ حتى لو استناها من الشارع وهترجع له تاني بعد ما يزهق منها. انما انت بقى انت حاجه تانية. الموز. بس معلمك مش شايف كده. هو معلمي بيشوف. الغشاوة حاطة على عينه بالجامد. وبعدين اللي ما يصونش الألماس ما يستاهلوش. مالك يا بطة؟ انت خايفة؟ بس والله احنا مش مضطرين نروح على فكرة. اللي احنا رايحين نقتله ده يبقى ابننا. ما تخافيش والله هنعرف نعيش ونصرف عليه ونخليه أحسن حاجة ونعمل العيلة اللي أنا وأنت كنا بنحلم بيها. صبر. مش هقدر أخبي عليك أكتر من كده. ده مش ابنك. أم عمر. أيوه يا معلم. قلبي عندك يا أختي. سلامة قلبك يا معلم. قوليلي اطمنتي على الواد؟ وحق العشرة والعيش والملح والجيرة كفاية أجيبهولك لحد عندك وبره بنارك. أنت بس تقشري. أنا برضو شاري. مفضينا حصيرة يا معلم. هو أنت كل يوم تجيلي حاجة جديدة تجرجر بيها على الناعم. وإيه العيبة في كده؟ الله، أنا طالب الحلال ومهرك حاضر، ابنك وجنبه تقلك دهب. خلاص جبرنا وواجب خروج ابني مش عليك يا معلم. اللي احنا ناقصين يا أخويا ولا ما عندناش رجالة ترد ناسنا. قصدك سيد؟ لا سيد يعملها مفيش كلام. شو اللي مضيعه؟ أنت بتقول إيه؟ اللي سمعتيه. ابنك يا ست الحسنى والدلال راح في بضاعة خاله. تأكدي بروحك لو مش شارية مني. السيد صاحب البضاعة اللي اتمسك بيها المحروسة. سيد؟ مسكين. والله غلبان الواد ده. السيد يحط عليه النهاردة زي ما حط على أبوه زمان. أبوه ما راحش في حادثة زي ما فهموكي. السيد هو اللي قابض روحه. لا انا عايزك تاخديها على الهادي كده وقلبيها وتاكدي اني على حق.
هتلاقيني موجود ومستني يا ست السكات. يا معلم فودة، ما قلنا زيك زي غيرك، يعمل بقى روحك كرامة ما تنهيهاش، ولا مجاورتك للرمم قلت مزاجك؟ لم لسانك يا سيد. ايه بط؟ وقعد في دار معلمك، الليلة ليلة معلمين كبار. مش انا اللي تعمل عليا شويتين دول يا سيد. اهدى اهدى يا صلاح، انا مش زعلان يا سيد، معلش. انت برضك معلم كبير يا سيد وليك مقامك، بس انت ولا مؤاخذة فهمتني غلط، انا مش جاي اعيده، أنا جاي عشان ليلة تانية خالص. ليلة إيه اللي ناقصة؟ أنا سمعت إن البضاعة المرة دي مش ورديحي، وإنك ناوي تحينها بكيميا تحمي طلق السوق. طالما المعلم سيد ما ناولكش من نفسه يبقى عارف تمامك، خليك في اللي تعرفه تسلم. طب وبعدين بقى؟ إحنا مش قلنا إن دي قعدة معلمين كبار وبس؟ وبعدين عيب يا سيد، أنا برضك المعلم فوضى الأسمر اللي علمك كل أصول الشغلانة، وليلة صغيرة زي دي أصرفها بطرف المعلقة. صح، المعلم فودة عنده حق في دي، وأنا بصمله بالعشرة كمان، عشان كده أنا موافق، بس مش زيك زيهم. لا، يا نتساوي بالكل يا بلاش منها خالص، وتبقى أنت الخسران. أنا هديك نفس حصتهم يا معلم، بس هتدفع المهر في نص المدة بتاعتهم. ده اهتمامك عالي وتقدر تعمل اللي هما ما يقدروش يعملوه، بس ورحمة أم معلم فودة لو ساعة واحدة قلت منك زيادة لا خليك ترجع تسترزق في اللحمة تاني. بيتك يا ست الستات، وقبل ما تخطيه تاني وانت على ذمتي هكون فورته كله، وحياتك ما تخش على اشياء من قديمه. تقصد العفش ولا اللي هرس العفش؟ وكله قديم يا معلم. قصدك سلوى؟ من غير ما تفكري خدت لها مكان تاني، بس لو عايزاها تفضل معاكي هنا عشان تخدمك برضك تأمري. انا ما تلزمنيش دور حتى لو كانت خدامة، لا هنا ولا في مطرح تاني. قلت ايه؟ ماشي، اعتبريه حصل وكل اللي سبق وعدتك بيه. مهرك يا ست الستات تقلك ذهب، الشنطة توصلك لغاية فرشتك، وابنك كفاءة يبات في حضنك من بكرة. راضية؟ مهرك مقبول يا معلم، بس ابني بقى انا عايزه اربيه، انا عايزاه يدوق اللي عمله فيا. امال ايه اللي يرضيكي؟ ان ينزل من بيتنا بالفستان الابيض وكل اهل الحاره يشوفوا فرحتي. احلى زفه تتعمل لك في النصريه تما، والارض تتفرش لك ورد وحنه، ونخزق عين اللي ما يفرح لناش. امتى بقى نتم بفرحتنا؟ مش قبل ما تتم فرحتنا، اتفق الاول. على ايه؟ على مين؟ سيد اللي طلبتني عشان تكسره. مين بس اللي دخل في دماغي الكلام ده؟ طب ورحمه امي وابوي؟ سيب الميتين ورحمتهم، انا مش جاي اعاتبك، انا جاي اقول لك ان اللي جاي كله هيبقى على مزاجك. بص يا معلم،
أول ما إيدي تربط في إيدك تحت منديل المأذون مش هنبقى بنتفق على حلال ربنا وبس، هنبقى بنتفق على سيد اللي قهرني وسرق فرحتي، عايز ادوقه من الطين اللي طفحهولي قدها ولا نفضها. سمي بصوت عالي واقري الفاتحة. أنا بجد مش قادرة أفهم، أنتِ إزاي قادرة تنزلي من بيتك؟ إزاي بتمشي في وسط الناس؟ أنتِ بتركبي مواصلات عادي كده؟ هو في إيه حضرتك؟ في إنك لسه بتشتغلي هنا. إزاي قادرة تقابلي زمايلك؟ إزاي واقفة قدامي بعد كل اللي حصل؟ وأنا أذيت حضرتك في إيه بس؟ لحد دلوقتي لسه. لكن وجودك هنا أكتر من كده احتمال يأذيني، ودي حاجة أنا مش هقبلها. يعني حضرتك مش عايزاني أشتغل؟ بتطرديني؟ أنت شايفة إن في حل تاني غير كده؟ حطي نفسك مكاني. سمعة المكان ده أنا بنيتها في سنين، مش مستعدة أجي دلوقتي وأهدها عشان خاطرك، وأنت عملتي اللي أنت عايزاه. مع اني نصحتك قبل كده انك مش قد عادل واللي زيه، وانتي ما سمعتيش كلامي. كان نفسي اعمل اي حاجه لنفسي، زهقت من الفرجه على الحياه من بره وانا واقفه مكاني ما بتحركش. حقك، بس والله اللي يعمل حاجه بقى يستحمل مسؤوليتها. انتي سوري يعني فضحتك بقت مسمعه في البلد كلها، وانا مش هينفع اتحملها معاكي. اقعدي في بيتك لحد ما الناس تنسى الحكايه دي خالص وينسوكي انت كمان، ده احسن لك انت. انت ايه اللي جرالك؟ من امتى بتناولي الدنيا اللي هي عايزاه منك؟ فودة يا نصرة، فودة. بتخلصي في نفسك ولا بتخلصي في اخوكي؟ لا ده ولا ده. كفايه بقى يا اختي، انا تعبت في حياتي، من حقي الاقي الراجل اللي يقدرني ويعرف مقامي. فودة اللي هيقدرك ويعرف مقامك؟ خلاص بقى ليكي سارة اللي يقدر يشيل. عندك يا ميسا جرى ايه يا اختي؟ ما تجيش منك انت، انا خسرت الكل، ما فاضلش غيرك. خسريني يا نصر؟ اه خسريني، اهون عليا من انت تخسري روحك. انت عارفه يا بنت لو انت رايده ورحمه امي لكنت فرحت لك من قلبي وزغروتي ملت الدنيا دي كلها، بس انت تطيقي العمى ولا تطيقوش. بترمي نفسك في حضن واحد انت ما بتحبوش ليه؟ بترخصي قلبك ليه يا بت؟ قلبي؟ قلبي رابطني في مكاني، كل ما عاوز يختعمل حاجه يردني. كفايه بقى. انت فكرك ان انت هتتهني؟ قلبك مش هيطاوعك، هيندمك في كل مره يلمسك فيها اللي اسمه فودة ده. قلبي مات يا ميسا، ما بقاش فاضل لي غير راسي، هي اللي هتحقق لي كل اللي انا عايزاه. قلبك ما ماتش يا نصر، قلبك موجوع، موجوع على اغلى حاجه في حياتك، سيد اخوك يا نصر. مش عايزه اسمع اسمه، انت فاهمه؟ هجيب سيرته مره واتنين وتلاته يا نصر، عشان هو ده اللي هيردك عن السواد اللي في قلبك ده، هيضيعك مننا كلنا. خلص الكلام يا ميسا، فودة هتجوزه غصب عن الكل وغصب عن نصرة نفسها. مفياش حيل يا اخويا، سخن تاني. حاضر حاضر. عملت لك يا اخويا الملوخيه اللي انت بتحبها. كتر خيرك. تسلم. مش ناوي بقى يا اخويا ترضى عني وتقول لي ايه اللي مغيرك بقالك كام يوم؟ وما تقوليش مفيش، الست يا اخويا قلبها بيحس. هو
قلب الراجل كمان بيحس. سنة عدم المؤاخذة اليومين اللي فاتوا دول كنت مشغول بالواد ومستقبله، كنت بفكر اعمل له قرشين كده ينفعوا بعد ما اموت. لا بالحقيقة ايه رأيك؟ فكرت اجيب له حتة محل كده واكتبه باسمه. يا زين ما فكرت يا معلم، بس سايق عليك النبي يا اخويا لتف سيرة الموت دي من بقك. العمر الطويل لك يا اخويا. لو رست على محل يعني هتبقى محتاجة شيء وشويات، انت عارف الظروف مش ولا بد. حكيش انت قرشين كده ازق بيهم في السكة؟ وانا هجيب منين بس يا اخويا؟ ما على يدك، حتى الصيغة اللي حيلتي كلها بعتها وديتها لاخويا الحاج ربيع. صح، انا بس اللي بقيت بنسى. بس برضو الامر ما يسلمش تكوني شايله قرش كده قرش كده. امك تكون بعتت لك قرشين. امي حسر عليك يما، امي ما حلتهاش اللضا يا سلطان غير شي القرشين اللي ببعتهم لها كل اول شهر، هي بتتقضى ومستوره الحمد لله. هو ربك ما بيحلش ستره عن عبيده الا الحكمه، بيبقى شايلها لوقتها. ربنا معاها بقى. وصار فيك اللقمه يا واطي يا بنت الكلب. في يا سلطان مالك؟ انت طالق بره بره. في ايه يا سلطان؟ اطلعي بره. طب ابني طيب يا سلطان؟ انت تمشي خالص، ولو رجلك هتبت حتى بيتي هكسرها لك، فاهمه ولا لا؟ يلا بره، يلا غوري، يلا. ما تتكلم يا سيد. تكلم قولي يا ميسا. تقول ايه وانا واجع في قلبي كل ده عشان تقول لي؟ قول لها هي انت لازم تروح تتكلم معاها، تردها الروح ان شاء الله، حتى تغضب عليها احبسها في البيت. بس ما تضيعش نفسها. بيت؟ أنا بيت؟ نصر هي البيت، هي اللي كانت بتشبك حيطانه زي ما كانت بتشبك دراعاتها حوالينا وتلمنا على بعض. بس خلاص البيت اتهد، والايدين اللي كانت بتطبطب بقت تدوس وتوجع. ولما انت عارف ان جوازتها من فوق هتكسرك وتكسرها، هتسيبها ازاي؟ دنيتها وهي حره فيها. دنية المرأة معقودة بدنية راجلها وهي مش حرة. بكرة فوضى يبقى راجلها. انت ايه اللي جرالك يا سيد؟ ما تبص كده يا اخويا لروحك، بص انت هتسيب اختك لمين؟ لفوضى. هتقول ايه فوضى وسخ وانا وسخت منه؟ هتقول بيتاجر في المخدرات وانا كمان بتاجر في المخدرات وبقيت كبير وفي السوق؟ هتقول ايده متعصب الدم؟ ما انا قلبي مات زمان وايدي طول عمرها غرقانه بالدم يا ميسا. لو حد غيري سمعك هيقول ان انت بتدافع عنه، لكن انت يا قلبي عمال تقطع في روحك. انا مش احسن من فوضى، بس نصر احسن مننا احنا الاتنين. بس انا بقى كسرت قلبها زمان وما عنديش استعداد اكسره تاني. واللي تختاره نصر هتنوله، حتى لو اللي اختارته ده اكتر واحد عايز رقبتي يا ميسا. كمان عشان تعرف ان فوضى الاسمر كلمته صح، محدش يقدر ينامها له. لا جدع جدع، ودي نقول كمان، ده انا كنت فاكر ان انت خبت على كبر. اظبط كلامك يا سيد. لما تظبط ادائك انت الاول. ايه كنت فاكر ان انا مش هعرف ولا ايه؟ تعرف ايه بقى يا اخويا؟ خط سر البضاعه اللي دخلت المخازن وما خرجتش، ومفيش كلب استجرى يشتري منك، جاي دلوقتي بالقرشين اللي محوشه وعامل لي فيها جاي في الميعاد. فرض اللي حصل ده اللي يخص. انت سلمت لي بضاعه ورهنت قصاد عماره وادي مهرها، ولا مؤاخذه بقى ما يخصكش، ابيعها فرقها على الحبايب ان شاء الله حتى اتكيف بيها، انا حر. المهم ان اسم فوضى الاسمر يفضل مزين السوق.
والكبير قبل الصغير يطل عليه ويتعلم. والله براوة يا نصر، انت ما خدتش في ايديها غالو. يا دوب نفختك بكلمتين في اسمك وسمعتك نخيت وبصمت بايدك ورجليه. اظبط كلامك يا سيد. مش فوضى الاسمر اللي يمشي ورا كلام الحريق؟ لا، فوضى الاسمر بيمشي ورا كلام الحريق عشان دي مش دماغك، وانا عارفك بتموت في القرش. ما سالتش نفسك انا ما وقفتش في الجوازه ليه وما طرطقتهاش في دماغكم؟ عشان عارف ان هي اكبر منك، ويومين ثلاثه هتاكلك الحلاوه وتنطرك بره البرواز، وفي ثانيه من غير ما تحس هتخليك خدام تحت رجليها. بالزياده بالزياده يا سيد، عشان انت دوست بالجامد قوي، وانا لحد دلوقتي عامل مقام من اللي فوقك. وانا بقول لك السودة بتاعي وتمامك عندي اشوفك في الكار اللي انت مولف فيه الشغل الشعبي وبس. اسمع بقى ان انت بتحكها في غيره هتبقى عبره للغرز والمسطلين. مش خايف يا احمد؟ من ايه؟ من البيت اللي بيفضى من صحابه ده، من الفرقه والبعد اللي طالونا على غفله كده. الظاهر ان احنا كلنا كنا كده، بس كنا مخبيين. كل واحد كان جواه حاجه ناحيه التاني بس كان مداريها. بس مش مهم، المهم انها طلعت. بس انا عمري ما كنت كده، ولا خطر في بالي ان حد من اخواتك ممكن يبقى كده. حتى ايه برغم كل اللي عملته معايا، مهما كان دي اختي، على قد ما ظلمتني وجت عليا بدل المره مليون، عمري ما تمنيت لها حاجه وحشه ابدا. بالعكس، كان نفسي اخدها في حضني واقول لها برغم كل اللي حصل ده انتي اختي وانا لسه بحبك. لا، حصل حصل بقى يا رحاب، ركزي في اللي جاي في حياتك. اللي جاي؟ انا مش عارفه انا رايحه على فين، مش عارفه حياتي هتضيع كده ولا قضيه وسجن، ولا هخرج من كل ده. وحتى لو خرجت هعمل ايه وهكمل ازاي؟ مش عارفه، حاسه اني تايهه كده، خايفه قوي يا حمد. حاسه بوحده وحاسه بوجع. رحاب انت ما بتزهقيش من الكلام ده؟ قصدك ايه؟ كلام ايه؟ طريقه الغلب والمسكنه اللي انت عايشه فيهم دول، ما كفايه بقى؟ انت ما بتتعبيش؟ طريقه ايه؟ مش فاهمه. رحاب هي الوحيده اللي ما بتغلطش، الناس كلهم وحشين وانت الطيبه اللي فيهم، الناس كلهم وسخين الا انت. هو في ايه بقى يا رحاب؟ ما كفايه بقى دور الضحيه اللي انت عايشه فيه ده؟ انا ما بقتش اصدقك زي الاول. ما تقولي ان غلطان عادي زينا، يعني كلنا بنغلط، بس الفرق بيننا ان احنا لما بنغلط بنشيل مسؤوليه غلطنا ده، لكن انت اكبر حتى من انك تعملي كده حتى قدام نفسك. هو ده رايك فيا يا احمد؟ اسمعي بقى نصيحتي يا رحاب، اعملي زي ما نصر قالت لاختك التانية، كل واحد يمشي في البيت ده بكيفه ويعمل اللي هو عايزه. فكفاياكي بقى، ما تدوريش على حد يسمعك. احنا طول الوقت بنكلم بعض ونسمع بعض يا رحاب. كنا وصلنا لإيه؟ اديني جيت لك اهو، سمعنا بقى الكلمتين. قولي اللي في جوفك يابا. يابا صدق صلاح، يمكن يابا دي هي مربط الفرس. عرفت اول مره قلت يابا دي امتى؟ كان عندك ساعتها يجي سنتين كده، يوم انا طلعتها كنت انا غايب ما سمعتهاش. لما رجعت امك قالت لي انك نطقت كلمه يابا، ما صدقتش، قعدت تحلفني، فضلت قاعد جنبك طول الليل يمكن تنطقها، لما حصلش خدتك في حضني وقلت يمكن لما يطمن يقولها. اول ما خدتك في حضني لقيتك على صرخه واحده، هات يا عياط وترفيس. ساعتها حسيت انك مفتوم على الغل من ناحيتي. يا صلاح ده مستكتر عليا اني بابوك،
دايما بحس انك انت نفسك تشوفني مكسور. عشان ايه؟ طمعان في القرشين اللي عيلتي اهو، قال اللي عيلتي اصلا مفاتيح القهوه والبيت، خدهم يا صلاح بس طلعني من نفوخك. لا يا راجل، لو انت فاكر ان انا عملت اللي انا عملته عشان مفاتيح البيت والقهوه واللي حيلتك، لما مؤاخذه انت عارف انا ممكن اشتري بيتك وقهوتك واللي حيلتك في ليله. امال ليه؟ ليه بتعمل معايا كده يا صلاح؟ كشفت عرضي على الناس ودوست عليه بالجامد ليه يا صلاح؟ عشان اكسر قلبك، عشان اشوفك قصاد الناس وانت ظهرك محني ما انتش عارف تقيمه. يا ساتر، ايه الشهر ده يا ابني؟ جبت الشهر ده منين؟ وعشان ايه؟ عشان عمري ما حسيت اني من صلبك، عمري ما حسيت اني ابنك. رميتني انا وامي بطول دراعك زي كلاب السكك. عشان اتجوزت عليها صلاح، وانا كل يوم هقول لك الحكايه دي. امك كانت تعبانه صلاح، باختصار كده ما كانتش حامل الجواز. ولعلمك بقى انا عمري ما اتجوزت على امك الا برضاها وموافقتها. انت كبرت يا صلاح، المفروض تكون عرفت بقى دنيا راجل زي حالاتي كده ما يقدرش يعيش من غير مرة. وبعدين انا طلعت امك ولا رميتها في الشارع، انا شلتها على راسي من فوق وعليت اسمها في وسط الخلق والكل يشهد. في ايه تاني بقى صلاح يخليك تعمل معايا اللي بتعمله؟ رميتك ليا برضه واخدك لسيد واخواته بالحضن. يا راجل حرام عليك، ده انا اليوم اللي رفعت ايده من عليك وانتوا بتتخانقوا هبيت فيا انا ورميتني بره. ليه يابا؟ انت ايه؟ وانا مش ابنك يا ابن؟ انت حاجه وسيد واخواته حاجه تانيه. افهم يا صلاح، اللي بيني وبين سيد واخواته مالكش فيه، اللي بيني وبينهم كلمه وعهد بيني وبين ابوهم، مش من حق اي حد انه يعرفها حتى انت. يا سلام، وده ايه السر بقى اللي يبقى بين الاب وابنه ده؟ يا ابني لو السر ده يخصني لوحدي ما كنتش هلاقي حد امنه عليه الا انت. انما السر ده يخص رجاله تانيين يا صلاح، مش من حق اي حد يعرفه حتى ابني. فهمت؟ فهمت يا ابو الرجاله؟ انت تمرين يا ام الهنا، قولي لي الحكايه بالظبط وانا تحت امرك لو في ايدي. في ايدك وسهله قوي، شغلانه متعود عليها من زمان. حمل التشهير مدفوع الاجر. شوف يا استاذ، من الاخر كده احنا عايزين قرصه ودن، بس اتعلم شويه. ماشي، اعتبروها حصلت. مين؟ عامر فواز. ده جوز حضرتك يا هنا؟ طب ليه؟ عشان غبي مصر يعطلي بيزنس بملايين. بملايين؟ اه ملايين. متقلقش، هتاخد اللي انت عايزه. ماشي، وانا تحت امركم. فضيحة يا عادل، فضيحة مصر كلها تتكلم عنها. وكل اللي تعمله تشاور على الفضيحة دي وتخلي كل الناس تشوفها. البت دي اللي جابها هنا؟ بت مين؟ انت بتراقبيني؟ انت اتجننت يا بت ولا ايه؟ هي بنتي اللي بت. روق، انت هتفضل عاقد لي راسك وزاعق لغايه امتى؟ ياما في ناس بتتخانق وترجع تتصالح تاني. وبعدين تعالى هنا قول لي، انت ليك غير سيد؟ انا ما كانش ليا غيره، بس هو بقى ليه كتير. ما يبيعنيش ليه بقى؟ اهو ده بقى الكلام الماسخ. سيبيه يا يوني، سيبيه يكدب على روحه ويصدقها. انا ماشي. الله، اقعد يا صلاح، اقعد، انا عايزك في كلمتين. سيبينا يا يوني شويه. تؤمر يا اخويا. يا صلاح، انا عايز اعرف انا بعتك في ايه. فات اواني القواله، البيعه تمت وخلصت. صح، لما بعتني مع فوضى ونصره وحكيت حكايتي مع عبد الحليم
ولما رحت لفيت على حماده الطيب عشان تاخد البضاعه من ورا ظهري، مش كده؟ انا بقى عملت ايه قصاد ده كله؟ قصدك عملت ايه قبل ده كله؟ انا كل اللي انا عملته ده كان رد على عمايلك معايا، وعشان تفهم ان انا مش صغير ولا خرع زي ما انت فاكر. انا طول عمري اخوك الصغير وبحترمك وبقدرك ومبقولش لا، بس الصغير بيجي له يوم ويكبر، وانت بقى ما سبتنيش اكبر. الجلاله خدتك ومبقتش شايف غير نفسك يا سيد. متضحكش على نفسك يا صلاح، انت طول عمرك عارف بخرست وجدعنته معاك، بس انت بس اللي بتشيل جوا منك في الاخر بترجع تشتكي. عايز تنطرني براها وما اشتكيش؟ ما حصلش، انت اللي اتسرعت، انت اللي ما فهمتش دماغ اخوك. انت اكتر واحد خسر في الليله دي، خسرت صاحبك، خطيبتك، خسرت ابوك. طبعا هتشيلني الغلط زي كل مره ويطلع صلاح هو اللي وقسم. بقول لك ايه، اخري معاك ايه يا سيد؟ اخري معاك سكتي، ده عشان ما تقولش مني صلاح البضاعه وهديها لك، بس قصاد عيني يا صلاح انا عايزك تدخل سوق كبير. وانت غرضك ايه من ورا ده يا سيد؟ عايزنا ابقى عصفوره في حجر فوده؟ يا ابني فوده مش بعيد عن عينيا عشان اتشعبط فوق كتاب حد وابص عليه. ماشي، سلام عليكم. هيت حبيبه النبي لا تقعد يا سيد. اخلص يا طيب. يا عم خد منه المفيد وبلغني. لا ارس عليه. يلا طير. بقول لك يا ميسا، النهارده دماغي مش رايقه، عندي كلمتين على السريع قوليهم، ما عندكيش اطلع على المشرب وانا هاجي وراكي. ما بتجيش يا سيد، ولا انا جايه لك فيه مستعجل ومستعجل قوي كمان. شاري ولا بقى في اهم مني؟ اخلصي، عايز تقولي ايه؟ هنتجوز امتى يا سيد؟ نتجوز؟ اه نتجوز. ايه؟ عيبه؟ لا مش عيبه، بس مش وقته. لا وقته وعين وقته كمان يا سيد. انت بسم الله ما شاء الله القرش مش في ايدك، وبقى عندك بدل الملك 10. مش بس كده، انت بقيت كبيرهم كلهم. القرش انت بتتكلمي عنه ده انا تعبت فيه، قعدت تجري ورا سنين طويله لحد ما وصلت له. ما عنديش بقى استعداد افكر في حاجه تانية واشغل نفسي ويروح مني. غرضك ايه يا سيد من اللي انت بتقوله ده؟ اسمع يا ميسا، زمان لو كنا بنصبر ايراد، النهارده لازم نصبر 24 ايراد. الصبر ده بيمشي على الحلال بس ولا بالمزاج؟ مش فاهم. موجه شايب يا سيد. يعني الكلام طلع بحق للدرجة دي؟ أنا رخيصة عندك يا سيد، تجيلي بالنهار تشتكيلي أشيل من اللي عليك، وبالليل تروح ترمي نفسك في حضن واحدة تانية بتدوس على اللي ما بيننا يا سيد. ترى يا ميسا، مش ده كان كلامك زمان؟ لو في مصلحة اعمل اللي أنت عايزه طالما في الآخر هترجعلي، ده كلامك ولا لأ؟ آه ما بترجعش، عملت تدوس على الدنيا كلها مسنود على كلمتين قلتهم لك عشان انت عارف ان انا بحبك. حرام عليك يا سيد، انا بكبر، قلتها لك بدل المره 100، مش عارف اجيب منك عيال ولا حتى من غيرك. غيري؟ ايه بقى كده وبتقولي عيني عينك؟ بتربطيني يا ميسا؟ يعني دلوقتي يا غيري؟ طب مع ألف سلامة يا ميسا. إيه؟ ما صدقت تسمع كلمة مني؟ غيرك، ولا هو حلال لك وحرام عليا؟ طب اسمع يا ميسا، اللي بينه وبين موجة مصلحة بس، مش ينفع أسيبها دلوقتي، فاهمة ولا لأ؟ لا مش فاهم. وخد مني أنا النهي بقى يا سيد، أنا بحبك وعمالة أدوس على اللي جوايا عشان شارياك، بس هي كلمة وملهاش نم. يا تبعد عن المرة اللي انت ماشي معاها دي، يا والله العظيم. يا ميس، عايز تحكم علي وتحاسبيني زي غيرك؟ طب انا مش هسيب موجة حتى لو وقفت على شعر راسك. ليه؟ فيها احسن مني كيفي ومزاجي،
قلت لك قبل كده زمان، انا همشي في اي سكه عشان اوصل للي انا عايزه، واقولهم موكل، واي حد يقف قصادي انا هفوق مهما كان مين. استنى بس يا صلاح، انت قلت اللي عندك، انا لسه ما قلتش اللي عندي، تعال اقعد. يا ولية سيبيني عايز انام. اقعد يا صلاح اقعد. بص بقى يا صلاح، انت ادرى الناس بسيد، صاحب صاحبه ومجدع وعترة، انت كنت مستني منه ايه؟ مستني يتجنن عليا، يتخانق معايا، يمسك فيا وما يحلنيش الا بالدم، انما فوتها بسهوله كده غريبة. تصدق بالله ان انت طلعت غشيم، عشت قد ما عشت مع سيد ومعرفتوش. يا ولية انا عارفه اكتر من روح، سيد يحب يشيلني جمايل، ادربك انا الدنيا وهو يلم ورايا وما يعاتبش كأن مفيش حاجة حصلت، يقول لي عادي يا صلاح كلها بتغلط بس ما تكررش غلطك، اغلط في حاجة جديدة ماشي وهتلاقي صاحبك في ظهرك، فهمتي؟ طب ايه بقى اللي جد يا صلاح مدام طول عمره بيعمل معاك كده؟ في الأواخر ما بقاش يعمل كده، بقى لسانه زي السيف وقاعد لي على الواحدة، وأنا كمان غواطت مني وحطيت إيدي في إيد فودة ونصرة ودوسنا بالجامد. طب قولي بقى يا أخويا، وأنت بتعمل كده كنت راضي؟ ولا من جواك موجوع ووجعك وزعلك هو اللي ماشيك؟ عايز الحق. كنت مستغربني، وكل شوية حاجة جوايا تقول لي إيه؟ ده أخوك يالا، انت مجنون ياض، بتعمل ايه في سيد؟ بس كل ما اشوف الغل اللي في عينين نصر وفوده نار تقيد وافتكر له كل القديم. لا حول الله يا رب، شيطان شيطان اسمه فوده دخل ما بينكم، بس ايه؟ ربك ما بيسيبش، اهو خسف بيه ونصف بخارست ورجعكم لبعض. تفتكري؟ الا افتكر، الراجل جاي لحد عندك هنا وحق نفسه ودوقك من كرمه، عايز ايه تاني يا صلاح؟ على الله يا ولية، على الله. تعال يا عمر. ربنا يخليك لي يا خيل. يا أنا كنت خلاص قلت رجعت الأيام الشقة تاني. شقة مين ياض؟ قلت لك مليون مرة قبل كده، طول ما أنا عايش على وش الدنيا دي ما تخليش حاجة تهدك. وأنا جبرت عن الشقة خلاص يا خيل، ووعد مني مش هتاخد إلا أمين على كل حاجة تقولها. جدع ياض. أمي عمدة يا خيل، يا ترى مبسوطة في جوزتها من فودة ولا لسه مقهورة مني؟ السلام عليكم. شاوي كده يا مولانا، احنا هنبتديها من أولها بالسلام عليكم والجو ده. سيبك يا عم وفكك من جو الأفلام اللي بيفرجوك عليه ده. سلام صالح أو أبو حذيفة، القائد أمرني أكون معاك لحد ما تاخد على الجو هنا. واخد بالي إن كل الأسامي هنا بيبقى ليها كونية، كل واحد فينا بيتكلم عن اسمه القديم وبياخد اسم من أسامي الصحابة اللي بيحس إنه شبهه أو فيه من تفكيره، كأنك بتتولد من جديد. معنى أبو حذيفة؟ أبو حذيفة رضي الله عنه كان صحابي جليل، أسلم وتحدى أبوه الكافر، كان ساعتها كبير قريش، كان اسمه عتبة بن ربيعة، ووصل بالإيمان إنه شاف أبوه بيتقتل في المعركة ومهمش عشان ينقذه، بل بالعكس هلل وكبر لهلاكه وموته. أنت ممكن تعمل كده؟
ممكن تقتل حد من اهلك وتفرح لموته. اكيد مؤمن باللي احنا فيه ده دلوقتي يعني. مش قصدي. ما تقلقش، محدش هنا هيعلق لك المجنون. بس انا صحيح ما عملتش كده، بس بتمنى. ما تستغربش، الموضوع سهل جدا. سهل ازاي؟ كل اللي دمروا حياتنا، الكفرة اللي ضلوا طريق ربنا، انت هتلاحظ كرههم في قلبك، هتعرف ان هم ضلوا طريق ربنا، وساعتها هتعرف ان هم كفار ويحق لك قتلهم ساعتها. على كده ممكن اقتل الدنيا كلها. صدقت يا شيخ احمد، الدنيا اجري الفرقه الناجيه اللي احنا فيها دي، احنا والباقيين كلهم الى الهلاك. ايه يا ولاد؟ امال فين احمد اخوك؟ انت مش قلتي لي هتكلميه؟ ولا هو مش عايز يقابل ابوه؟ مش عاوز؟ يا ريتك جيت بدري بس يومين يا بابا، كان زمانه كان زمانه ايه يا رحاب؟ كان زمانه ما سابش البيت ابدا، مش كده؟ بس الامتحانات بقى وانت عارف زنقتها، بيبيت مع الدكاتره اصحابه عشان يذاكروا زمان. ربنا معاه ومعانا. سيد ايه بعد الغيبة الطويلة دي مش عايز تغيب في حضن ابوك؟ ولا النار اللي قايدة في صدرك انت واختك منعاك من حضن ابوك؟ وحشنا يا سيد. وانت كمان وحشنا. دل على السلامة. الله يسلمك. اخسى عليك يا سيد، بقى تخبي عليا السنين دي كلها. خش يا بنات جوه عشان عايز اقعد مع سيد كده لوحدينا. تعال يا سيد، تعال اقعد. هي دي الوصية اللي وصيتها لك يا سيد؟ اخواتي في عنايا يابا، وبيت جدالة فوق كتافي من فوق. ما فين اخواتك دول؟ نصرة في ناحية وقايا في الناحية التانية، واخوك احمد معرفش هو فين. أنا مش هقول لك الكلمتين إياهم، أنا ضيعت عمري وموت روحي بالحياة عشانكم. ربك هو اللي خرجني عشان ألزمك بالوعد اللي أنت خلفته. خلفته؟ معلوم. أنا هقول لك كلمة ومش هتنيها يا سيد. ابعد عن سكة الحرام يا سيد. طب شوف يابا، أنا كل سكة مشيت فيها كانت كمالة لكل حاجة أنت عملتها في حياتك. البيت ده اللي أنت بنيته وسبته ومشيت، أنا وقفت في وسطي وحافظت عليه، صنت كل حاجة فيه قبل ما أصون حيطانه. سكة الصنف رميت بيضك وروحت، وأنا برضو كملت وربطت، وصلت لكل اللي أنت معرفتش توصل له في حياتك. جاي النهاردة بتلومني وعايز نرجع؟ لا، واحد زائد واحد بيساوي واحد مش اتنين. الدنيا عجنتك للدرجة دي؟ انت مبقتش سيد، انت واحد تاني. بكيفي ومزاجي. انت حر، انما لما تجرجر اختك وراك تبقى بتمد ازاك للي مني وبتهد اللي انا بنيته عشان احميك واحميهم. الدم قصاده دم، مفهوش عشان. واللي وشه في النار مش زي اللي خباب الحياة. تقصد ايه؟ انت بالذات ما ينفعش تلومني. السلام عليكم. انا مش هعطلك، انا جايلك في كلمتين، ولو ما جوش على هواك يبقى انطرني حتى من غير سلام. شوف يا صلاح يا ابني، إذا كنت جاي قاصد مطاطية عشان قلبي يحن زي المرة اللي فاتت تبقى بتضيع وقتك. أنا عارف يابا إن السماح صعب. لا بالعكس،
السماح مفيش اسهل منه. الصعب بقى اللي بيجي بعد السماح. هتقولي معلش يابا وحقك عليا، هطبطب عليك واخدك في حضني ونقعد ننهنه زي الافلام العربي، وفي نفس الوقت ايدك التانيه في ظهري وتطعني بالجامد. لا بناقص يا صلاح. طب انا مش هرد لك واقول يا سيد المعلمين، انا بس جاي عشان احق لك نفسي، اقول لك حقك عليا، مش عشان غلطت في حقك، بس عشان انا فعلا ما استاهلش اشيل اسمك، مع اني حاولت والله، والله العظيم حاولت بس ملوش لزوم. وانت كنت فاهم المعلمه يا صلاح؟ فاهم المعلمه قرش طاير والحرام ولا مرضيه في خلق الله وفتحه عاشوره؟ لا يا ابني، المعلمه اللي على حق ربنا موقف رجوله وكلمه حلوه، الشمال عمره ما بيعمل ايه ملحد. بس انا يابا ما كانش قصادي غيره. ولو يا صلاح، اوعى تكون فاكر ان في حد معصوم من الغلط، كل الناس بتغلط حتى انا برضه غلطت. بس عارف ايه الفرق اللي بيني وبينك؟ ان انا غلطي ما طالش اللي مني. عشان انت كبير وهتفضل طول عمرك كبير، وهتسامح العيل اللي جاي مرمخ سحنته في تراب جزمتك عشان تسامحه، اللي لو اديته ظهرك تبقى كسرته على حق وقويت عليه الدنيا عشان تسحبه في سكه الغلط. والله العظيم انا ما عايز حاجه من الدنيا يابا غير انك تسامحني، ومستعد اذل نفسي وابوس على جزمتك عشان توالي. لا يا ابني، استغفر الله العظيم. شوف يا صلاح، انت لما جيت لي المره اللي فاتت وقلت لي انك بتعمل اللي انت بتعمله ده معايا عشان انا حضنت سيد واخوات اكتر منك، قعدت ادور الجمله دي في دماغي، قلت ان انت عندك حق. انا فعلا عملت كده، وزعت حنيتي على خلق الله كلهم عشان اعمل اسمي وابقى المعلم سلطان اللي الحته كلها بتعمل له حساب. نسيت اهم حاجه، نسيت اللي شايل اسمي من اصله. شوف يا ابني، الراجل اللي ذل نفسه لابوه كده يبقى راجل على حق، جدع اصيل. يعني انت مسامح يابا؟ ما دام فيها يابا ابقى مسامح صلاح. يلا قوم بقى، قوم روح فرح امك. ماشي. سلام يا سلطان. سلام يا معلم صلاح. شوف يا سيد، انا من ساعة ما ربطت في دارك وسمعتك الامين بالرضا وانا حاطط تحت رجلك، فما ينفعش تحصل لقطة لمؤاخذة ومجيش اقول لك عشان يبقى عداني العيب. عيب؟ عيب مين يا طيب؟ ده انا اكتر واحد عارفك، ده انت تبيع ابوك وتقبض ثمنه. طب لو كلامك صح، عدي كلامها الليلة مؤاخذة وارميه في حبك. موجع شمتني من الجامد يا سيد. مصلحتك يا طيب، مجدعتك ورجولتك يا طيب، هكبرك وخليك المعلم الكبير، بس اخلص من سيد. موجة شكلها بترسم رسمة كبيرة قوي يا سيد، هتغرق السوق، بس انت حبيبي برضك، ما اقدرش اعمل فيك كده. طب اسمع طيب، فكك بقى من هري النسوان ده، انا اكتر واحد عارفك وعارف انت بتحب مصلحتك وبس، ولون انت دورتها في دماغك وعارف ان كفه سيد بخارست هي اللي الطب، ما كنتش دخلت من الباب ده، كان زمانك دلوقتي بتقيس العبايه وبتفتح مخزن جديد من بابه، مش كده؟ صح، وربنا معاك حق. خلاص، يبقى تعالى في العدل ورسيني. موجه وفوضى مولسين مع بعض، بس محسوبك الطيب عمل برقوقه مع فوضى، خدت مراته والمصمت وقفلت عليهم فرشين في البوكسه، عشان كده هو هيتجنن ويجيب رقبتي. طب ليه ما يكونش مدبر الملعوب ده هو وموجة عشان يجيبوا رقبتي؟ وبالمرة يسوقوك. اشتريت. حلو. طب اسمع بقى مني النهاية. رزيت الجوز دول عندي، وأعرف أتعامل معاهم، ما تقلقش خالص. المشكلة عليك أنت. أنت اللي اتعكشت. عشان لو قلت لأ هتخسرها. ولو قلت أه مش هسمع عليك يا طيب. الله. أمال أنا جاي لك ليه يا سيد؟ يبقى تسمع اللي أقول لك عليه. انت هتروح وتمطر معاهم في الكلام ومش تديهم عقاد نافع، وهتقول لهم كمان انت نطرت من سكتي لحد ما اقول لك هنعمل ايه. امين؟ وانا ينفع اقول حاجه غير امين؟ امين يا سيد. تمام. ها
جد الله كفارة يا صاحبي. طب ورحمة الغليل؟ أنا كنت خايف لفوت الدنيا قبل ما أشوفك من غير الأزرق. فتح لي دراعاتك وأنت بتزوق البت على رقبة أخوها، فاكرها بتوعك دخته العود اللي صالبهم في الدنيا واحد، مش ولاد جد الله اللي اتباعوا بعض. شكل تراب السجن ده مش عينيك ونسك مش قال الليلة. شكل زفة الحرام اللي انت متحزم بيها دي سدت ودانك عن اللي قلتهولك زمان. لو فكرت تمس شعر من سيد ولا حد من عيالي هتويك في التراب قبليهم وبإيديا دول. بقى جايلي مطرحي وبتخطي في خيري عشان تهتني. ماشي يا جد الله، انا مش هزعل منك كرما لمجيتك هنا، بس امانه ما تدوس قوي لا تفرط مني. وانت عارفني يا صاحبي على قديم. اعدل يا فوده اعدل وبطل لوع. انت متجوز البت عشان تهد اخوها، لكن خلاص كبرهم رجع واللي نسي مقامه بعون الله نفكروا بيه وبالقوي. اتكلم عم سلطان وقت اللي في عيبك، ما تقلقش مش هزعل منك. سنة المرة دي كلام يا سيد مش هزعلك مني، كلام هزعلك من روحك. روحي؟ روح مين عم سلطان؟ وانا بقى فيا روح؟ انا سيد يا دوب. انت فاكر لما تدخل على الدخله دي هقول لك انك مش غلطان؟ لا يا سيد، انت غلطان وستين غلطان وتستاهل حشر رقبتك كمان. بس خير، خير انك حاسس انك جيت على ابوك جامد وعايز تكفر عن غلطتك. ده معناه انك ممكن ترجع عن سكتك وتصلح كل اللي حصل. اصلح كل اللي حصل؟ اصلح ايه؟ هو في يا جدعان؟ هو غلط الدنيا كله بقى فوق كتافي؟ نصر تكره الدنيا وتبقى غول وابقى انا اللي محقوق؟ ابويا يدخل حديد ويخرج مقلانيش زي ما اتمنى وابقى انا برضه اللي محقوق؟ والواد الصغير يرمي نفسه في النار والدنيا كلها تتكلم على البيت وابقى انا برضه اللي محقوق ابن كلب؟ هو مفيش حد محقوق لي يا عم سلطان؟ خلاص يا سيد انت صح، انت عايزني اقول لك انك صح؟ انت صح يا سيد، بس خد بالك يا سيد الدنيا دي محدش بيشيل حد، كل واحد بيبقى معلم من عروقه. لا انت محقوق لحد ولا حد محقوق لك. اجري يا سيد، اجري في الدنيا على قد ما ربنا يديك من قوة، وشاور على اللي انت عايز توصل له. بس خد بالك يا سيد الدنيا ما بتدومش لحد، وممكن اول انت بتجري توقع قبل ما توصل للي انت عايزه. ساعتها بقى يا سيد هتبقى خسرت الاتنين، خسرت روحك وخسرت اللي منك. الله يبارك فيك يا ما تهربيش من الكلام. انا مش جاي ابارك لك، كنت عارفه هي دي الكلمه اللي كان نفسي اسمعها منك. تهديني بالصوت العالي عشان ما تبكيش. ليه يعني هتعاتبني على ايه؟ آه يا ولاد جد الله، جبتوا القسوة دي منين؟ القسوة ما طالبكيش انت وسيد بس، دي طالب كل اخواتك. ذنبهم ايه؟ كله اللي ده انا ضيعت عمري كله في تربيته، شقيت وكبرت وعلمت وربيت لحد ما كل واحد فيهم راح الحتة اللي هو عايزها. الا ده أنا اللي اتكسرت، مش بس من سيد، لا منك أنت كمان يا أبو. أيوة لما حطيت إيدك في إيدي ودبحتوني بسكينة تلمة قتلت جوزي. أنت بتقولي يا بنتي؟ أنت مفكرة
ان انا ليا دخل في اللي حصل لجوزك؟ ابنك ما نكرهوش. ما ينكرهاش، هو حر. لكن انا بره. طب ورحمه امك الغاليه؟ انا ما اعرف حكايه جوزك ولا اعرف حكايه جوازك ولا اعرف اللي جراله الا لما خرجت. ايه يعني هرميك بالباطل؟ اه معلوم، عشان اتسد وما تبكيش على جوازتك من فوده وترمحي في الحرام معاه. لا تعملي حساب لا اب ولا الرب. كفايه كفايه يا نصر، ارجعي بيت ابوكي. اللي زيك يا بنتي حسره القلب تنشفه. كنت عايزاني يامه؟ ابنك يا نصر؟ اه يابا. لو عايز تعرف حسرة القلب بص في وشه. جدي انت اسمك ايه يا عمر؟ راح تصيروا رجال الله وتقضوا على الضلال بكل صوري. كلنا على بإذن الله. تقضوا على الضلال بكل صوري. كلنا على بإذن الله. هذا الرجل عاس في الأرض فسادا، خدع الأخوة المجاهدون وتعاون مع أعدائهم وأعداء الله من كفار الدولة، مفكر إنه بيقدر يوقف مشيئة الله في تأسيس دولة الخلافة وارتد عن دين الله. لا تحق له استتابة، وإقامة الحد هي مسلكه. حبيبتي الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا أختي. أيها الأخوة، بأيديكم سينال جزاء ليكون عبرة لغيره من الخونة. إذا قتلتم فأحسنوا القتل من شان يكون عبرة لغيره من الخونة. كل اللي انا فاكراه وانا خارجه من الاستوديو، فجاه لقيت راجل شكله غريب قوي وهددني اني لو ما ادتلهوش الشنطه هيموتني. ربنا يهد دنيا واخره، الهي ما يفوق البعيد. ولما هو الموضوع شنطه، ايه الغباء اللي في وشك دي؟ ده زي ما يكون حد متضايق منك وبتجامد كمان. انا شاكه انها المذيعه لان هي كانت متغاظه مني قوي، بس انا برضو مش عايزه اظلم حد. معلش، قوم انت بالسلامه بعد كده ربنا يعدلها. معلش حقك عليا. بركه يا اختي ان انت فوقتي، ده كلنا كنا قلقانين عليكي.
انا فعلا ما كنتش حاسه بنفسي خالص، بس فجاه حسيت ان حد بيصحيني، بس متهيالي كده كان حلم. اول مره في حياتي احلم ببابا. ده ما كانش حلم يا ايه، كان بجد ابوك عايش. هي موجه ركبتك السوق يا نصره؟ دي بركب حق ولا زعل؟ افهمها الاول واعرف اذا كنت بارك ولا ازعل، ويتفلق بقى داغي وداغي اللي جابوني. عسل يا معلم، واللي في قلبك يا اخويا على لسانك على طول. اصبر يا اخويا وانا رستيك على الحوار. ماشي قول يا شهرزاد. الست يا اخويا ناديتني وانا لبيت الندى، والنبي ما كنت اعرف حاجه، هي اللي قالت لي هناك. شوف ازاي؟ مش مصدقني؟ طب والله هو ده اللي حصل. خد لما اقول لك، اصل يا اخويا العشا متقطع بينك بين الوليه وبين سعيد. اه والله، قالت بقى تركب حد السوق. الله، طب ما انا كنت قصادها. ملهاش بقى يا معلم، اصل انت ما تعرفش عقل الستات لما يقلبوا على رجالته. لو ركبتك انت حتكيته قراض، لكن بقى لو ركبت اخت المرة حتكيده 124. سيد، انا بتاعك في العيش والملح والاخوة ما قلناش حاجة، لكن تجارة الصنف انا عبد المأمور. يعني مدام موجة تقول لي ادي فلان اديله، ما تديش ترتمش مديله. وحياه جانب انت، انا جايب معاك من الاخر. وانا بقولها لك دلوقتي، كل البضاعه اللي عندك تلزمني. طب ازاي يا كبير؟ ما انت قديم وفاهم. البضاعه دي لمؤاخذه بتتوزع على 5 6 تجار من روس الحربه. عايزني اجمع كيف الشعب كل واحد طولك في حجرك؟ دول لمؤاخذه يقرمشونا. ما انا لمؤاخذه برضه هقرمشك لو ما سمعتش منك الامين. طب بأمرت ايه؟ بأمرت ان السوق كله بيتسحب من تحت رجلين الرجاله، واللي هيسوق بعد كده النسوان، فهمت ولا نقول كمان؟ اسمع، البضاعة اللي عندك كلها دلوقتي اتبات في المخازن النهارده، والمهر جاهز. طب ومدام موجة؟ مالكش فيه، حمايتك من موجة واجبة مني. بلغ المعلمين ان مخارستي بيظبط السوق، وشوية وهيحين. مشكلتي معاك ان البت جنى قالت لي ما تزعلش يا عم سعيد. يبقى مبروك. وانت بقى يا ست الستات، شايفة نفسك يعني تعرفي تدوريها؟ السوق معقرب ودخانيه كتير. من 10 الأم يا معلم. وبعدين، ما هو انت برضك ضهري وكلامك على راسي. بس انا كده حابة قدام الناس ايه يا نصرة؟ جوز الست؟ بعد الشر عليك يا اخوي، ينقطع لسان اللي يقول كده. الله، يا راجل بقولك انت ضهري. انت الحلقة دي موجة دي هناك عند مامور، تركب نصرة، تركب نوسة للناشفين، وبعدين معلمة ايه غير بضاعة ورجالة، والبضاعة بقت في حجرة، والرجالة مستنيين إشارة أبو خاتم، يعني على طلعة النهار نسلم ونستلم ونخلص. نخلص مين؟ وأنا قلت لك تدي كلمة لحد ولا تبات مع غيرهم؟ يا سيد، ما قلت إنك أنت ما تقولش، أنت تسمع وبس، ولو موجة سألتك على البضاعة تعمل تاني؟ طب ما تلاقيني أنت وتفسرني الحوار، وبعدين بضاعة شين دي هنعمل فيها إيه لو مؤاخذة؟ هتتصبر. لإمتى؟ لحد ما يجي لها عدلة. ما ترسلني يا سيدة على مصلحتها واحدة يا جدع. ما عشان مصلحتك معايا بقول لك استنى ما يجي لها عدلة. سند ومستنى. على وضعك يا طارق. ولا هيقدر يعمل حاجة. بس ده ما كانش اتفاقنا يا نصرة. اتفقنا انه يقع. واركب انا مش تركب انت. وانا وانت ايه؟ احنا الاتنين واحد. والكترة حلوة برضه. لا مش واحد يا بنت النهاردة. ده احنا 100. مقامي فيهم 99.5. الباقي يخصك. واقل منه. المقام كله ليك، بس سيب لي نفسك وخليك معايا. عملتها من قبل مع اخوك يا نصرة، ولقيت روحي في حديد. لانه كان باصص في ملكك وطمعان فيك، لكن انا يا اخويا بطمعك فيه. قلت ايه؟ استبينا. استبينا يا ست المعلمين. ما الحسبة عنا بقى، هي مستنين ايه؟ مستنين سيك. شكلك لسه واخد جنب يا سيد، ده انا كنت فاكر ان احنا رجعنا القديم. ليه بس يا صلاح؟ ما انت معايا اهو كتفك في كتفي. معاك اه، بس قاريها في عينيك، ما
انت لسه شايل من الوقعه اللي كبلنا ومحرص كده في كلامك معايا. ولو مخونك هدخلك مطرحي واعرفك اللي مخبيه عن الخالي. بحق يا سيد. بحق يا صلاح. طول عمرك اخويا يا جدع. وعشان كده انا هربط في ظهرك زي الاول واكتر، عشان لو جات لك ضربه وانا موجود تعرف ان هي نفدت في لحمي قبل ما توصل. ماشي يا صلاح. بس لحد ما يجي معاده لازم تبقى عارف. كل اللي شفناك هوم وديكم تاني. اخوك سداد، تقلقش. طب اسمع، فوضه ونصر ابوك كل واحد فيهم تمامه غير التاني. مش قريك. انا هقول لك، ضربه موجه تحل اساءه عننا، وفوده نجيبه تحت رجلينا، لكن نصره حاسس بيك يا صاحبي. كل من تحت راس الشيطان اللي اسمه فوده انا عشرته وعارفه، بس انت عارف اختك اصلها طيب، هي بس الشيطان وزع. معلش مسيره تفك من شيطانها وتفوق، بس لحد ده ما يحصل لازم تعمل كل اللي تقولك بالسنتي. قلت لك اخوك سداد، ما تقلقش. وحشني يا ابوخ. السمسار اللي جاب خيا هي موجود هون بلبنان ومخيم اللاجئين، وهو اللي دخلوا على سوريا مع مجموعه شباب جهاديه، ومن بعد ما دربوه اخذوه على ليبيا لحتى يشارك بعمليات جهاديه هناك. ليبيا؟ هي بفاس مصر دلوقتي بتبيع وتشتري في الشباب عادي؟ ده بزنس يا صاحبي، ما تعرف له اول من اخر، بس المهم انه لقينا الخيط اللي ممكن يوصلنا لطريق خيك. مفيش حاجه اسمها ممكن، في حاجه اسمها لازم. لازم تعرف لي هو فين بالظبط، انت فاهم ولا لا؟ ماشي، هيحصل، اطمن. انا ان شاء الله برجع بحكيك. باي باي. يا بنت هاتي اللي في عيبك، ما تخافيش، ده انت اختي. وزي ما سيد مربيكي من ساعه ما وعيتي على الدنيا، انا برضك اللي استلقفتك من بطن امي. اسم الله عليك يا اخوي، اديك قصرت السكه وجبت من الاخر. كرامه ليا انا بقى، عاوزه حبل الود اللي ما بينكم ده يتقطع. تحل ظهرك عنه شويه. كلام ايه ده يا ميسه؟ ده جوزك، عايز انا ادي له سكينه في ظهره. قالوا لك عن حماده الطيب كده برضك. يا واد ايه بقى، انا قصدي خير. انا نفسي ارد عن سكه الحرام اللي هو ماشي فيها دي، وطول ما هو مسنود عليك وعلى اللي زيك عمره ما هيفوق. حل عنه يا طيب، يمكن لما يا اخويا يحس ان هو لوحده يفوق. يا بنت انت مفكراه عاطفه رزق انا مشاركه فيها؟ يوم ما هيسيبها هتفرط منه ويقول توبه. سيد لو مش عايز يحل نفسه من السكه دي مش هيحل نفسه. وبعدين لو انا سبته ما الف غيره هيستلقفه ولا مؤاخذه. مالكش دعوه بغيرك، خليك في نفسك يا طيب. اسحب نفسك انت بس من الموضوع وخلي الباقي عليا انا. ودينا بنحاول. جرايه يا ميسا، ما قلنا ما وقفتش عليا يا ام. وانا قلت لك ان هي وقفت عليك يا طيب. يبقى تسمع النهي. انا من يوم ما وعيت على المخروبه اللي احنا عايشين فيها دي وانا بطولي، كل ما احاول اشب عشان اطول العز اللي الناس كلها شايفاه بقى على بدور رقبتي. مش لوحدك يا طيب. ما حدش مولود في بطن امه على هنا. كلنا ياما شفنا. مش زي انا يوم ما الدنيا ضحكت لي خلتني كلب فوده. وفضلت مايم معاه في الهادي لحد ما هبرت منه الهبره الكبيره. بعد كده الموج حدفني على بخاريست واديني ماشي معاه في سكته لحد ما هعبر الهبره الاكبر. عايزاني بعد كل الذل اللي شفته في حياتي ده اقول لا؟ ينفع؟ ينفع يا ميسا؟ بقى كده يا طيب. شوف يا ميسا، انا طول ما مصلحتي هتبقى مع سيد بخاريست هفضل معاه. وانت لو بتعزيني بصحيح هلني من نفوفك. بقول لك ايه طيب، ما كفايه بقى تركب نفسك الغلط وتعمل لك وقفه. وقفه؟ وانت ما ركبتيش نفسك الغلط لما رحتي الفوضى ورميتي نفسك في حضن وسيد لحقك. وقفه مين ياما؟ الوقفه في العين. كل سنه وانت طيبه. تكبرنيش على حاجة، أنا عمري ما أكون واحد منكم، طلعوني من هنا. أنت كمان راح تترك دولة الخلافة يا أحمد؟ ما بيكفي اللي عملته؟ اللي أنا عملته ولا اللي أنتوا عملتوه؟ نحن وفينا بعهدنا مع الله وأنت خالفت وخسرت. خسرت أول فرصة تثبت بيها ولاءك لدينك. ديني اللي أنت بتتكلم عنه؟ أنت بتسمي القتل بالطريقة دي دين؟ إيه يا أحمد؟ بعمرك فتحت المصحف وطلعت على آياته؟ من قبل ما يعلمهولك. وانت مين انت عشان تكلمني في الدين؟ احنا كنا بناكل وبنشرب وبنعيش ونموت ونصبر روحنا على موت اللي بنحبهم بكتاب ربنا. انت مين انت عشان تكلمني عن كتاب ربنا؟ الغفلة يا احمد، ما اخدين من كلام الله الا اللي بيطمنكم لو كنت قريته صح
طلعت آياته. كنت عرفت ليش ربنا خلقنا على هذه الأرض، مهمة إلهية لابد من تنفيذها. خلقنا عشان نعبده، مش عشان نموت الناس، عشان نعمر الأرض مش نملاها دم، عشان نهدي الناس الناسين ونفكرهم بيه يمكن يخشوا الجنة. هو ده كلام ربنا اللي أنا فهمه؟ ده كلام الفاسقين. ربنا خلقنا على هذه الأرض خليفة من شان نكافئ اللي بيمشي على طريق المستقيم، ونعذب اللي بيخرج على أوامر الطاعة. انتوا ناس مرضى بتبرروا الكبت اللي جواكوا على إنه كلام ربنا. أنا مش ناس أنا كنت إيه قبل ما أجيلكوا هنا. ما هم دول الناس اللي انتوا بتعرفوا تجيبوهم وتضحكوا عليهم، مش عاملين زيكوا كده، أضعف من هم يواجهوا الدنيا. فهتعملوا إيه؟ هتولعوا في الدنيا كلها وتموتوا الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى بتنفيذ أوامر الله، وهذه الأوامر هي الحفاظ على الدولة الإسلامية متماسكة وتطبيق شرع الله. أنا ما أعرفش الكلام ده وما أقبلوش. لأنك سرت منه يحق عليك ما يحق علي. عارفة يا نصرة، ساعات لما بنحب حد خاف نقول للناس اللي احنا بنحبه. الدنيا بقت وحشة قوي، تحسيها مستكترة تشوف حد فرحان او مبسوط. مش ناوي بقى روق وتصفى كده ابو السيد ولا ايه؟ حلو ابو السيد من وانت صغير، ما بتقليش ايه بتتكسف؟ ده اخوك يا انا عارف ان انا مش الاخ اللي انت بتمنى، ولا الكتف اللي انت ممكن تمايل عليه وقت ما تحوز، بس والله العظيم بحبك يا سيد. عايز اتصيد وتشرف بيك يا جدع. عايز اقول للدنيا كلها انا اخد دكتور احمد جد الله ربيت ايدي، عشان انت انضف حاجه انا عملتها في حياتي. لما دخلت السجن وانا ما شفتش في وشوش الناس غير كسرة النفس والحزن،
فاكر ان ده الحبسة والشقة والليل الطويل اللي ملوش اخر. لكن لما خرجت لقيت القهرة هي مكتفة الخلف، الناس بتطير في الشوارع ماشية مليانة هم ومليانة حزن وزعل. الزعل، الزعل اللي قهر ابن احمد وضيعه. لو لقى حد يفرحه ما كانش راح. كان نفسي يطلع شبه قلبه ميت بس ما نفعش. قلبه فضل مليان بالطيبه والحنيه حتى وهو بيموت. قال لي سامحني يا اخويا، قال كان فاكر ان انا زعلان منه، ما يعرفش ان انا لو طول ياخدوا روحي ويسيبوني احضنه مره كمان. انا جيت عليك كتير يا سيد، جيت عليك من يوم ما رميت على كتافك حمل البيت وانت لسه اخضر، ومره لما خدتك بذنب اخواتك وانت مالكش يد في اي حاجه. لا يا ابو، انت ما جيتش على، انت كان عندك حق. انت سلمتني البيت ده عمار، رجعت لقيت الهدى الطال الكل. ما تسلمش روحك يا ابني، وانا في حبستي كنت مفكرها سهله، اوصيك واكد عليك بكلمتين وتبقى جبرت. لكن لما خرجت شفت وحسيت وعرفت اللي انت كنت فيه. حمل جبال محدش يطيقه. انا خلاص، الدنيا دي ما اقدرش اعمل فيها حاجه غير ان اشيل نفسي خلاص. جرايه جدل، هما دول الكلمتين اللي ربنا فتح عليك بيهم عشان تقولهم لابنك؟ بدل ما تقول له كفايه وتشمر دراعاتك وتشيل مكانه. ولعلمك بقى ابنك لسه وراه هم ما يتلم. هم ايه يا سلطان؟ ترسيني على الدور فيه ايه؟ حركة السوق اللي ابنك عامله فيه. مقضي يا عم سلطان. ابوك لازم يعرف. وبعدين مرضيتي، ما انا صلاح حكى لي على كل حاجه وقال لي انت طلبت منه ايه عشان يعمله. بصراحه ربنا بقى سيد، انا خايف عليك، وابوك برضه لازم ايده تبقى في ايدنا عشان نطربقها على دماغ ابوهم لو فكروا هو ناحيتك. هما مين دول يا سلطان؟ مين دول؟ ما تشغلش دماغك، هو عم سلطان كان بيحب يهاون. انا برضه اللي بهاون؟ طب فهمنا انت يا سيد. انا خلاص نفضت ايدي من الليله دي، الكار والصنف واللي منه. بجد يا سيد؟ بجد؟ سيبني، انت عارف الليله دي محدش بيعرف يخلص منها بالسهل. وبنت الشايب زي ابوها، يا اما هتخلص عليك يا هترميك في السجن وتموتك بالحياه. كفايه اللي ضيعناه زمان يا سيد، ولا هنعيده تاني؟ السجن انا كده كده رايح. ايه؟ بلاش، عشان ازورها. البضاعه اللي بعتها شندي خبيتها في الملجأ بتاعها، وساعه زمن الحكومه تسيغ موجة الشايب بالأساور الميري. وانت فاكر بقى ان بنت الشايب هتهبط كده؟ سيبها. عارفه ان الكلام مش هيعوض حاجه عن اللي راحت، بس اعمل ايه؟ ما عنديش غيره. وفريه ايه؟ ما عادش ليه لزوم. ليه لزوم يرحب؟ صدقيني
بكرة تتجوزي وتخلفي ويبقى عندك عيال لازم تكلميهم وتفهميهم الدنيا صح زي ما كان نفسي تعملي معايا كده. كان نفسي احس ان انت كبيرة وانك فاهمة عني، بس انت دايما كنتي ساكتة ومستسلمة. حتى وانت بتصلحي اللي بينا بتيجي عليا يا اي؟ اقسم بالله ما اقصد. انا اسفة، يا ريتك كنتي رجعتيني على الغلط. رجعك ازاي وانا ما كنتش عارفة ارجع حتى نفسي؟ احمد هو اللي كان بيوقفني ويرجعني للحب اللي اعرفه. كنت بشوف الدنيا فاني، مش عارفة هعيش ازاي دلوقتي من غيره. يا ريتني فهمت خوفه عليا صح، كنت بحسد كنت الاتنين سركوا مع بعض. انما انا عمر ما حد بسمعني بقلبه، الكل كان مستنيلي على الخلطة. وانا كنت بعاند مع نفسي حد ما قلبي نشف. كنت بغلط بمزاجي، حتى الأقرب الناس ليا. هو انت يا رحي؟ خلاص يا ايه، الكلام ده ملوش لزوم، انا مسامحة. السهولة دي؟ طب وحقك واحلامك اللي انا بوظتهولك؟ انا راضية، لو ما سمحتش يعني هاخد ايه؟ هستفيد ايه؟ عايزاني استنى لك الفرصة عشان ارد لك فيها اللي عملتي فيا يعني يا ايه؟ انا مش كده ولا عمري هكون كده. الدنيا مش مستاهلة يا ايه، الدنيا اتفه من كده بكتير. انتي شفتي احمد راح من وسطينا في يوم وليلة، لو قعدت أقول لك حقك عليا من هنا لنهاية الخلق ما يكفيش يا زين. ليه يا نصر؟ هو كان حصل إيه ده كله؟ حصل كتير والنفس شيالة. بالمحبة يا نصر، الحلو اللي بينا أكتر من المر. ما تحقيش نفسك، أنا المحقوق، أنا اللي فتحت صدري على الدنيا ومشيت في سكة الشر. بس عمرك ما جيت علي منك يا زي، عشان عمر اللي أذاني ما كان مني. بس يمكن لو كان في حد فكر فيك ويأذيني. أذيتك كتير وما عملتش حاجة، كنت أحن عليا من روحي، كان ممكن تخلص عليا. إلا أنت يا نصر، إحنا طلعنا في الدنيا دي من جدر واحد. الفرحة ما كنتش بحسها غير لما بحكيها لك، والزعلة ما كنتش بتروح مني غير لما بتطبطبي عليا وتقولي لي هون عليك يا سيد. لما أمي ماتت جريت عليك وبصيت في وشك، القهرة هديت والقلب ارتاح. وانا اللي كنت فاكرك بتضحك في وشي عشان تقاسيني وتخفف عليا فرق. يوميا اطمنت على اخواتي وهم في حضنك، عشان كده بعد اللي جرى ما بيننا انا وانتي كنت عارف ان نصر راجع. هي بقى يا زي، يا ريتك دبحتني وانا كنت عشت ساعه بذنبك. ذنب انا مسامح فيه، حبيبي يا سامي. ولك كانت مصر راحت. بكفايه اللي راحوا يا اختي.
حبيبي يا اخوي. اقعد يا سيد اقعد. قبل اي كلام انا جاي اعمل الواجب بيا في حياتك. اسمع معلم فؤاد، اوعى تفتكر جوازك من مصر هيفكرك ان انت بقيت واحد مننا وتاخد العزا بتاعه. نصر طالب، نصر طالب يا سيد. قريت هتوصلها لحد عندها يا سيد. نصرة جدرها في البيت ده لو اتقطعت منه تقبل وتموت. ماشي يا معلم فؤاد، يبقى احنا كده اللي بينا خلص. اللي بينا كتير يا سيد، ما يخلص كده. بقيت حياتك مني يا اختي. انا عارفه ان لساك شايله. معلش انا بحبه قالك ورحمه علي الاحمد لحظه عليك دي. يا لهوي يا نصره، وفي يوم زي ده عايزه تراضيني؟ ده انا اللي المفروض اجي اراضيكي من عليكي كمان. اوعى تقولي كده تاني. يعني انت مزعلانه مني؟ وده سؤال برضك؟ ده انت اختي، ماليش غيرك في الدنيا كلها. انا كنت ضايقه من غيرك يا بنت. معرفش يا اختي انا بعمل في نفسي كده ليه، ولا بعمل كده ليه في اللي حواليا. احمدي ربنا ان انت خلصت منه من غير اي منهد. اهي ايام وراحت لحالها. جات الأسود منها. أحمد وجعني، وجعني أوي. جنب النبي إن شاء الله، ادعي له وهأيام بتصبرنا. يا أختي ربنا بيهون علينا. وراها غالي. عندك حق ابو مصر، انا كده اطمنت عليكم. يعني ايه اطمنت عليك؟ ما انت اخويا في وسطنا وحاسه تملي علينا الدنيا. اجرأ يا سيد، انت اخويا هتفارق. انا فرحان بيكم، كفايه ان انتوا رجعتوا واتلميتوا زي زمان. شكلكم بقى يفرح ويشرح القلب. قصدك ايه يا سيد؟ انت ماشي؟ ايوه، رحب لازم امشي عشان نجمع صوره حلوه زي دي. ما ينفعش ابقى واقف جواها. طول ما انت براها مالهاش عايزه، وانا لازم امشي عشان كلكم تكسبوا. يا نهار اسود، ايه اللي ممكن اكسبه وانت مش موجود؟ احمد اخوكم لما راح ادى لكل واحد فينا فرصه عشان يصلح دنيته، وانا فرصتي ان انا امشي وابعد عنكم. لا يا خي، ما تعملش زي جدي وتسيب جدك. هو حصل ايه وياد؟ جدك فيه ايه؟ جدي جالي وقعد معايا ووصلني عليكي، وقال لي ما اقولش لحد انه ماشي ومش راجع تاني. هو انت كنت عارف يا سيد ومخبي علينا؟ امال جه ليه؟ خدنا في حضنه ليه؟ عشان ابوكم ما بقاش قادر يعيش عيشه غير اللي شافها في السجن. عايز ابقى لوحده. وانت هترتاح لو بعدت عني؟
روحت فريقنا يا نصر لو بعدت عنكم. موجة خلصت بس اللي وراه مش حلوني، واول ناس بتقع في رجلينهم انتوا. بقولك يا اخويا، لو انت بتحب اخوتك بس خدني معاك. اه انا مراتك، واللي يجرى عليك يجرى علي، ان شاء الله حتى يموتوني، بس سيبنيش يا سيد. ما تصعبهاش عليا يا ميسا. انت اللي ما تصعبهاش عليا يا سيد، حرام عليك. انا ما صدقت ان احنا اتلمينا، يعني هي اسمتي على هنا تبقى اليومين دول؟ غصب عني يا ميسا، ورقتك هتجيلك عشان تبتدي حياتك ودنيتك من جديد. عدم دنيتي كلها لو انت مش فيها. ما تقولي حاجه يا نصر. ما عادش في راجل في البيت ده غيرك. شيل يض على قد ما تقدر، بس هو الحمل يزيد عليك ياخدك وتقع وتوقع اللي حواليك. بلاش يا اخوي، ما تمشيش والنبي يا سيد. رك هنضيع يا سيد، ما تسيبناش يا سيد. ابوس ايدك يا سيد، ما تسيبناش. دي حرب يا نصر، ومحدش عارف الضربه جايه منين وازاي. لو وقفت لوحدك هيتكتروا عليك يا اخوي، ولو سبتنا لوحدنا هيخلصوا عليك ويقهروا قلبك. طول عمرك واقف في ظهرنا يا سيد، وبتعمل اي حاجه عشان خاطرنا. طب هنبقى في ظهرك المره دي، بس والنبي بلاش تسيبنا. ما تسيبناش يا خالد، ما تعملش فيها زي ما جدي عمل فيك وشيلك ومشي. انت كبرنا يا سيد. جدي جدله، ملوش الا ولاد جدله.